البطولة العربية للمنتخبات في نسختها 26 تقام حاليا في الصالة رقم 2 باستاد القاهرة. يعني المنافسات كلها كانت جيدة جدا. الأربع أيام الأولى كانت مسابقات الفرق شهدت منافسة جد طيبة، أحرزت مصر كل الميداليات الذهبية، والأربع الأيام المواليين لمسابقات الفرق نحن الآن في مسابقات الفردي في نصف النهائي. المستوى أيضا كان طيب جدا ومباريات ساخنة والمردود عالي، وإن شاء الله غدا حتكون النهائيات الزوجي ونهائيات الفردي. التحضيرات كانت قبل البطولة بشهرين، يعني التحضيرات كانت بالتواصل مع الاتحاد المصري لكرة الطاولة والاتحاد العربي المشرف على البطولة. يعني التحضيرات كانت جيدة، تجهيز القاعات الأرضية، كل الطاولات، منافسة شديدة جدا في المباريات الفردية. يعني في الفرق في بعض التفاوت في المستوى لأنه تتلعب مجموعة ضد مجموعة، بس في المباريات الفردي هناك تنافس شديد وهناك كثير من المفاجآت التي وقعت، وإن شاء الله غدا في النهائيات حتكون نهائيات قوية جدا إن شاء الله. إن شاء الله النهائيات ستكون على أعلى مستوى تنظيميا ومن حيث المردود، وإن شاء الله تكون أحلى في أحلى حلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البطولة السنة دي ناجحة من كل المقاييس، التنظيم رائع، الاتحاد المصري لتنس الطاولة والاتحاد العربي تنظيم جيد جدا. لعبت الأهلي ما شاء الله القوام الأساسي كله في كل الإيفنتات من لعيب النادي الأهلي سواء بنات أو أولاد كبار ناشئين، حتى الأدوار النهائية دايما هتلاقي في الدور الأربعة. احنا لحد دلوقتي وصلنا لدور الأربعة في كل الإيفنتات، دور الأربعة دايما هتلاقي يا إما لعيب يا إما اتنين يا إما ثلاثة من النادي الأهلي. نبدأ من الرجال، موجود خالد عصر هيلعب مع أحمد علي صالح، خالد عصر من نادي الأهلي، أحمد علي صالح من نادي إنبي، والناحية الثانية هيلعب محمد البيلي مع لعيب من البحرين، الاثنين دول من الأهلي، محمد البيلي وخالد عصر. في السيدات دينا مشرف موجودة في دور الأربعة مع اثنين لعيبة من الزمالك ولعيبة من لبنان. في 21 ولاد عندنا محمود أشرف حلمي بالنادي الأهلي موجود، في 21 بنات أميرة يسري موجودة في السيمي فاينل، في 18 بنات عندنا التوأم مروة ومريم الهديبي هيلعبوا مع بعض السيمي فاينل، والكسبان منهم في حد منهم هيوصل الفاينل. يعني 18 ولاد عندنا يوسف عبد العزيز مرشح بقوة لللقب وهيلعب الفاينل مع لعيب من تونس. ال 15 بنات عندنا لعيبه من النادي الاهلي وصلت فاينل مع لعيبه ثانيه من مصر من نادي جزيره الورد. وفي الناشئين في 12 سنه اولاد وبنات ما فيش حد موجود من النادي الاهلي، في لعيبه من مصر بس مش من النادي الاهلي، يعني من انديه اخرى. طبعا زي ما قلت لحضرتك في الاول ان القوام الاساسي في البطوله ومنتخب مصر في تنس الطاوله في جميع المراحل بيبقى موجود من النادي الاهلي. وجود لعيب او اتنين او تلاتة في كل مرحله في الدور قبل النهائي او في الدور النهائي، في موجود لعيب على الاقل في كل ايفنت، ده شيء كويس جدا. لكن طبعا زي ما انت عارف ان النادي الاهلي دايما بيركز على المركز الاول وان المركز الثاني بالنسبه له بيبقى خساره، فاحنا بالنسبه لنا كنادي اهلي طبعا انا بكلمك كعضو من اعضاء الجهاز الفني في المنتخب بيستعينوا بيا يعني الاتحاد في البطوله ديت، طبعا الاهم ان مصر تكسب، لكن على مستوى النادي لعيبه النادي الاهلي موجودين بقوه في الادوار النهائيه، وان شاء الله الالقاب كلها تبقى من نصيب مصر باذن الله. أجواء زي ما قلت لك أجواء أكتر من رائعة، صالة ممتازة، موجود مكان للتسخين، الإقامة على أعلى مستوى، طبعا
الاتحاد المصري مشكور عمل برنامج سياحي للوفود المشاركة في البطولة، زائد ان المنافسة على اعلى مستوى، لان البطولة السنة دي الدول المشاركة كلها مستعدية كويس والمنافسة قوية في كل في جميع المراحل، لكن في النهاية برضو مصر هي اللي بتبقى مرشحة اكتر لجميع الالقاب. يعني طبعا هو احتكاك كويس لكل لعبة الاهلي، ونسيت اقول لحضرتك ان كل الايفنتات في الفرق البطولة مقسومة حاجتين فردي وفرق. الفرق بدأنا بها البطولة، مصر خدت جميع الميداليات الذهب، وفي الفردي بننافس بقوة على جميع الميداليات. بالنسبة للاحتكاك للعبة النادي الاهلي، طبعا احتكاك قوي، لعبة كلهم لعبة الجزائر وتونس مثلا كلهم محترفين في الدوري الفرنسي، بيبقى احتكاك كويس للعيبة. بالنسبة للبنات برضو موجود لعبة كتير من دول تانية، فاحتكاك كويس طبعا، وبطولة قوية وبطولة فيها منافسة قوية. طبعا كل التوفيق وكل الامنيات الطيبة للعبة المنتخب المصري ان هم يحققوا كل الميداليات الذهب زي ما عملنا في بطولة الفرق، نجيب كل ميداليات الذهب في بطولة الفردي عشان نبقى خدنا العلامة الكاملة في البطولة، وده اللي متوقع من مصر دايما ان هي رقم واحد ودايما المصنف الاول والمرشح الاول عربيا في بطولات تنس الطاولة. عشر سنوات من العطاء في قناة الأهلي. في مثل هذا اليوم 6 أغسطس 2008 شهدت جماهير الأهلي علامة فاصلة جديدة في تاريخ ناديها من خلال إطلاق القناة الفضائية للنادي لتأكيد وضع الأهلي بين أكبر وأشهر أندية العالم. مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن حسن حمدي آنذاك لم يتردد في اتخاذ الخطوة التاريخية لتصبح القناة منبرا تطل منه القلعة الحمراء على عشرات الملايين من عشاقها داخل مصر وخارجها. ولأن الأهلي هو الرائد دائما، كانت القناة هي الأولى من نوعها بالنسبة للأندية في مصر والشرق الأوسط بعدما تبلورت الفكرة ودخلت حيز التنفيذ بقناة ولدت عملاقة في 2008. فعلى مدار عقد كامل كان للقناة السبق في تغطية كل ما يدور من أحداث داخل الصرح الأحمر، وحتى في غياب البث المباشر للمباريات قدمت القناة مجموعة من أفضل المحللين. ناهيك عن الكواليس الخاصة بفرق الأهلي المختلفة، كانت القناة ناقلة لكل تفاصيل المباريات والتدريبات والمعسكرات داخل وخارج أرض الكنانة، وذلك عبر مجموعة من البرامج التي حفرت أسماءها في أذهان الجماهير. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني في هذه المناسبة التاريخية الهامة والفارقة في مسيرة الإعلام الرياضي المصري أن أتقدم بوافر التحية والتقدير لجماهير الأهلي العظيمة وجماهير الرياضة في مصر الحبيبة، وأعلن في هذه اللحظة عن انطلاق البث الرسمي لقناة النادي الأهلي وافتتاح الاستوديو الجديد للقناة. كل التوفيق لقناة النادي الأهلي وجميع العاملين بها، وإلى المزيد من التقدم والنجاح. الآن وبعد عقد كامل
تتهيأ القناة لتقديم الجديد إلى أكثر من 100 مليون من عشاق الأحمر في كل مكان، تطل على المستقبل بشكل جديد بخارطة برامجية جديدة ومتطورة، انطلقت منذ أيام بملعب الأهلي ثم برنامج الأهلي الليلة، وسيلحق بهما قريبا برنامج كلام في الميديا، ثم سلسلة من البرامج مع مطلع العام المقبل. عشاق الأهلي، كل سنة وانتم طيبين وتشاهدون قناتكم المفضلة، قناة النادي الأهلي. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة الأهلي داخل وخارج مصر. النهاردة نلتقي مع حضراتكم في تاني حلقة من حلقات الأهلي الليلة، وأعتقد أن التقرير اللي تابعناه مع حضراتكم في بداية هذا اللقاء أوجز كل المعلومات الرئيسية والأساسية عن انطلاق قناة الأهلي. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا بنحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاق القناة منذ 10 سنوات، 6/8/2008، وكانت البداية زي ما أشار التقرير بالمباراة التاريخية بين الأهلي المصري وروما الإيطالي. أنا سعيد بوجودي مع حضراتكم النهاردة على مدى 3 ساعات. على مدار 3 ساعات هنقدم عدد من الفقرات والموضوعات والحوارات مع ضيوف في اتجاهات مختلفة ومتنوعة. هكون مع حضراتكم على مدار 3 ساعات ومعايا زملائي محمد سعيد وعمر ربيع ياسين، وأذهب معكم سريعا إلى زميلي محمد سعيد. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا محمد، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. في هذا الحدث التاريخي اليوم أتمت قناة النادي الأهلي 10 سنوات على انطلاقتها الرياضية داخل مصر والوطن العربي. بالطبع كانت انطلاقة مختلفة، انطلاقة جديدة لكل الوسط الرياضي والإعلامي. قناة نادي وتحمل اسم النادي الأهلي بالتأكيد كان وضع مختلف وتصور جديد للمنظومة الإعلامية والمنظومة الرياضية الاثنين في آن واحد في الوطن العربي الكبير. بالطبع قناة الأهلي في بدايتها بتحمل شعبية وجماهيرية منذ الانطلاقة الأولى وفي الساعات الأولى لانطلاقة هذه القناة الكبيرة التي ولدت عملاقة وبدأت بانطلاقة كبيرة ومباراة كبيرة بين الأهلي ويأس روبا الإيطالي على استاد القاهرة الدولي. فبالطبع هنيئا لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير بهذه الانطلاقة الكبيرة لقناة النادي الأهلي، والتي تستعد خلال الفترة القادمة أيضا للمزيد والمزيد من النجاحات. احنا بالتأكيد كمان زي ما أشار زميلي محمد سعيد إلى أن هذه المرحلة مرحلة مهمة نتذكر من خلالها انطلاقة القناة، تجربة رائدة في الإعلام الرياضي المصري والعربي والأفريقي، انطلاق قناة الأهلي. وسعداء أكثر بأن ده بيتزامن ويواكب التطوير اللي بيحدث حاليا، المرحلة الأولى من مراحل التطوير اللي بدأت بالفعل بانطلاقة الأمس مع برنامج الأهلي الليلة. وزي ما أشار التقرير وقال لحضراتكم في تفاصيل كثيرة جدا في الفترة الجاية هنشهدها، وحريصين على تقديمها لحضراتكم حتى نصل إلى أعلى درجات رضا وثقة المتابعين والمحبين للنادي الأهلي والمهتمين بمتابعة قناة الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر. وده كان من المحاور الرئيسية اللي أكد عليها بالأمس الأستاذ طارق أنديل ضيفنا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكدت عليها أيضا في المداخلة الهاتفية عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتورة رانيا علواني. في جهد كبير جدا في الفترة اللي جاية فيما يتعلق بالمستويين أو البعدين، الشكل والمضمون، حتى نصل لأعلى درجات القدرة التنافسية في الإعلام الرياضي على المستوى المصري والعربي والأفريقي إن شاء الله، ونقدم كل ما هو حصري وكل ما هو مختلف يهم كل المحبين والمتابعين للنادي الأهلي. أعتقد كمان زميلي محمد سعيد عنده الكثير ليقوله عن الفترة الجاية، وهو اتحرك كثير في الفترة اللي فاتت مع زملائنا ومراسلينا داخل وخارج مصر لمتابعة كل الأحداث الرياضية والكروية المهمة اللي بترتبط وتهم كل عاشقي وكل محبي النادي الأهلي. بالفعل محمد الانطلاقة كانت مختلفة. قناة الأهلي منذ أن بدأت في 6 أغسطس عام 2008 والانطلاقة بمباراة عالمية كبيرة في استاد القاهرة الدولي بين الأهلي وإيس روما، وعبر مدار 10 سنوات قناة النادي الأهلي كان لها وضع مختلف وتصور مختلف مع جماهير النادي الأهلي. جماهير الأهلي منذ اليوم الأول بدأت في متابعة هذه القناة، حتى في بداية البث التجريبي انطلاقة نسر النادي الأهلي وتحليقه في السماء حتى الوصول إلى شعار النادي الرسمي كان بمثابة الانتصار وبمثابة الفرحة لكل جمهور النادي الأهلي. هذا الشكل وهذا البرومو أثار العديد من الجماهير وأثار استحسان العديد من الجماهير عبر سنوات طويلة، لدرجة يا محمد أن عبر مدة طويلة وخلال مدة البث التجريبي البعض كان يعني يتابع ويشاهد القناة من خلال هذا البرومو فقط قبل انطلاق البرامج الرئيسية والبرامج الخاصة بقناة النادي الأهلي. قناة
تعتبر بتعبر عن شعبية وجماهيرية كبيرة جدا لجماهير ليست في مصر فقط لكن في الوطن العربي، بدأت عملاقة وتستمر بعملاقتها في وجود هذه الجماهير الكبيرة التي تهتم بكل ما هو جديد داخل النادي الأهلي. مجرد ما القناة أو مجرد ما أي شيء يحمل شعار النادي الأهلي بالنسبة لجماهير النادي الأهلي حاجة مختلفة وحاجة يعني لها وضع مختلف وحاجة لها تصور مختلف. وخلال السنوات الأخيرة كان لها التميز في نقل المباريات وفي تصوير المباريات ونقل الكواليس والكواليس الحصرية ليس في فريق كرة القدم فقط لكن حتى في كل الألعاب، سواء الألعاب الجماعية والألعاب الفردية في مصر وفي الوطن العربي وفي الأدغال الأفريقية. كانت لقناة النادي الأهلي السبق في كل هذه الأحداث والكواليس الحصرية بما يخدم مصلحة الفرق وأيضا مصلحة النادي الأهلي. محمد، طبعا احنا النهاردة بنتذكر جهود كثيرة جدا قدمت على مدار 10 سنوات. أنا كنت سعيد الحظ بوجودي مع هذه الكوكبة من النجوم اللي بدأت العمل منذ 10 سنوات ومنذ لحظة انطلاق البث التجريبي أولى مراحل التجربة الخاصة بقناة الأهلي وخروجها للنور حتى في المرحلة الأولى اللي كانت من خلال البث التجريبي. وتلت هذه المرحلة المرحلة الثانية اللي شفنا افتتاحها رسميا يوم انطلاق افتتاح الاستوديو الجديد في هذا الوقت عام 2008 وأيضا حديث الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي في هذا التوقيت اللي أعلن رسميا عن انطلاق البث الرسمي وافتتاح الاستوديو الجديد للقناة. تجربة وذكريات لا تنسى وكواليس وجهد وعمل كبير جدا بنتمنى أنه يصل للأفضل ويزداد تطويره ونجاحه في الفترة الجاية إن شاء الله. شهدت هذه القناة جهود خبرات كثيرة جدا في المجال الخاص بالنقاد الرياضيين، مجال الصحافة الرياضية، مجال الإعلام الرياضي، خبراء كرويين ومحللين على أعلى مستوى. نتذكر بعض الأسماء، يعني طبعا على سبيل المثال للحصر الراحل الكبير الكابتن محمود بكر، طبعا الناقد الرياضي الكبير الدكتور خالد توحيد، الناقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي، وأيضا خبرات كثيرة جدا الكابتن جوهر نبيل، الكابتن نادر السيد، عدد من زملائنا اللي أثروا هذا العمل وأثروا هذه القناة سواء اتجاهاتهم في الحياة العملية سمحت لهم بالاستمرار معنا في هذه التجربة أو ذهبوا إلى مجالات أخرى بعيدة عن القناة ولكن يبقوا دائما أبدا مرتبطين بالكيان الكبير والعريق النادي الأهلي. طبعا الفترة دي احنا سعداء بكمان عودة زميلنا المخرج المتميز أحمد البرجاوي مع كوكبة من زملائنا اللي بيحاولوا يقدموا أفضل مستوى فني مرئي، الصوت والصورة وجودة المحتوى وسرعة الإيقاع والتنوع اللي الكل بيطالب بيه في الفترة الجاية. عشان كده في تنسيق بيجري العمل عليه بين مجلس إدارة النادي وأيضا شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وإدارة القناة للوصول بأفضل محتوى وأفضل مستوى ممكن ننافس بيه في مجال الإعلام الرياضي. أرجع مرة تانية لزميلي محمد سعيد. بالفعل يا محمد الانطلاقة كانت مختلفة وضمت عبر سنوات طويلة العديد والعديد من نجوم كرة القدم وأسرة النقد والرياضي والتحليل الرياضي، لكن قناة النادي الأهلي دايما كانت عندها الصورة الحصرية، المعلومة الحصرية. كانت عبر مدار 10 سنوات لديها كل تصور جديد بالنسبة لقنوات الأندية وكانت انطلاقة مختلفة، والكل حتى هذه اللحظات بيحاول يعني قدر الإمكان يقلد هذا الشكل وهذه التجربة، لكن النادي الأهلي دائما سباق في كل المجالات سواء على المستوى الرياضي، على المستوى الإنشائي، على المستوى الاجتماعي وأيضا على المستوى الإعلامي. وكانت انطلاقة قناة الأهلي بكورة إعلامية في منظومة إعلامية محترمة داخل مؤسسة كبيرة رياضية مؤسسة النادي الأهلي. لكن بالطبع في هذا اليوم الاستثنائي وفي هذا اليوم الهام جدا من عمر قناة النادي الأهلي وبالنسبة لجمهور النادي الأهلي كان لي طبعا لاعبي النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي دور في التهليئة والمشاركة في هذا اليوم التاريخي بالنسبة لقناة النادي الأهلي. نخرج لهذا التقرير نتابع تهنئة نجوم النادي الأهلي ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير. بداية قبل ما نتكلم على العشر سنين احنا نتكلم من اول سنة قناة الاهلي كانت في ظهر العاب الماء ودايما معانا متواجدة في كل وقت وفي كل حين ومع كل بطولة بنكسبها بنجد قناة الاهلي. فيعني مرور 10 سنين دي عايزين نقول تتويج للنشاطات الرياضية عندنا في العاب الماء لان هي كانت دايما الداعم الرئيسي للولاد عندنا بتشجعهم بيتواجدوا في القناه بصوره جيده جدا بطريقه مهنيه كويسه جدا بتحث الولاد عندنا ان هم دايما يكونوا في المقدمه لان كان يعني يمكن من الاهداف الرئيسيه للولاد ان هم يظهروا في قناه النادي الاهلي. فكانت القصة تبادلية يعني منفعة من قناة النادي الأهلي إن هي في ظهر الولاد والولاد كان نفسهم طبعا يظهروا في قناة النادي الأهلي. فطبعا بعد مرور 10 سنوات
فعلا قناه النادي الاهلي متواجده في وجدان الشباب عندنا، دايما في ظهر الولاد عندنا، حاسين بوجودها خلال 10 سنوات دائما وابدا في ظهر العاب الماء في النادي الاهلي. مش اي نادي مثلا بيبقى ليه قناه بتعرف تنقل اخباره والموسم فيه ماشي ازاي، وكمان القناه عملنا ميزه كويسه جدا ان احنا ممكن نعرف من خلالها اصلا الايفنتات الثانيه ايه نتائجها، ماشيين ترتيبهم ايه، ايه اخبار التدريب، اذا حصل تغيير مثلا في مدربين في الاداريين نقدر احنا كلعبه ثانيه ان احنا نعرفه. بس فدي حاجه كويسه يعني ان النادي يبقى عامل قناه بنعرف من خلالها اخباره يعني. اول حاجه يعني كل عام وهي بخير يعني، يا رب عقبال مليون سنه. تمام، النادي الاهلي طبعا ده نادي عريق وعظيم، وانا ما كنت متوقع النجاح زي دوت من قناه زي ديت يعني. هي احسن حاجه فيها بصراحه ان هي قناه كويسه بتهتم بكل النشاطات، مش بتهتم بالكوره بس على عكس القنوات الثانيه، بتهتم بالانجازات الفرديه زي الانجازات الجماعيه، بتخلي اللعيبه عندهم حاجه يطلعوا عشانها، فاهم يعني؟ انت انك تطلع في التلفزيون دي حاجه كبيره برضه، وانك تطلع باسم قناه الاهلي دي حاجه كبيره اكبر بكتير. قناه الاهلي مميز فيها ان هي ما بتزهقش ماتشات الكوره بس، ماشيه ورانا في كل حته، اي ماتشات مهمه بتزهقها لنا، بتمشي ورانا في البطولات، مسندنا في كل حاجه يعني. قناه الاهلي قناه يعني جيده فوق الغايه، وبتلم كل اي حدث بيحصل في النادي الاهلي بتجيبه يعني، مش مهتمه بالكره بس علشان الكره هي مثلا اهم حاجه، لا ده كل الالعاب، ماتشات كره يد، ماتشات كره قدم، وماتشات باسكت، كل الماتش كل حاجه بتغطيها قناه النادي الاهلي. هي قناه الاهلي ورانا في كل حته وسندانا، وما بتمشيش ورا الكره بس، لا دي بتمشي ورا الالعاب كلها، وورانا في كل حته والمتوشه، وبتزيع لنا كل حاجه وفي ظهرنا دايما يعني. بحب ابارك للنادي الاهلي اولا ولقناه على الانجاز الهائل ده، 10 سنين من الفخر ومن الشغل الواضح والانجازات الصريحه. طبعا بحب اشكر القناه واللي شغالين فيها كلهم على تغطيه كل الرياضات اللي في النادي، مش مجرد العاب معينه، في تغطيه كامله لكل الرياضات، الرياضات الفرديه والرياضات الجماعيه. فاتمنى النجاح ده يستمر، وده اللي متعودين على طول فيه جوه النادي الاهلي. ان النادي يبقى ليه قناه دي حاجه مميزه طبعا، لان مش اي نادي بيبقى ليه قناه، والنادي انا بعرف اخباره اصلا عن طريق القناه، الفرق الثانيه، الدوري ماشي ازاي، الدنيا ماشيه ازاي، بعرفها عن طريق القناه، وعقبال مليون سنه للقناه. والصراحه هي قناه مميزه جدا، وما بنشغلش غيرها عندنا في البيت. قناه الاهلي قناه مميزه، وبتجيب الماتشات واخبار الالعاب، بتجيب الالعاب كلها، مش لعبه واحده ولا اتنين، بتجيب كل الالعاب، واحنا متابعينها، وهي قناه مميزه واحنا متابعينها على طول وبنتفرج عليها على طول، وبتجيب كل اخبارنا. طبعا احب ابارك للنادي الاهلي، وعقبال ان شاء الله مليون سنه، ودايما في تطور وتقدم ان شاء الله، ودايما تفضل من اعلى القنوات واعلى النوادي في مصر ان شاء الله في تقدم، وان شاء الله بس هم يهتموا باللعيبه اكتر وبالبتاع عشان يفضلوا ان شاء الله في تقدم هم يفضلوا رقم واحد ان شاء الله دايما. صراحه بحب قناه الاهلي جدا، قناه الاهلي قناه مميزه جدا، واللي احنا بنحبها جدا ومشتركين مع قناه الاهلي على طول، وبنحب نتفرج عليها، وبتشاركنا على طول في بطولاتنا، وبنيجي نسافر بره او اي حاجه بنتفرج عليها، ونشترك معاها في بطولات بره على مصر واوروبا والبطولات كلها يعني وكده. قناه مميزه طبعا، وبنحبها جدا وبنتفرج عليها وبنتابعها، لانها طبعا بتجيب كل الماتشات والبطولات عربيا ودوليا وكده، وقناه جميله جدا بصراحه واحنا بنحبها، ويعني وكفايه ان هي بتفرحنا لما بتيجي بتجيب حاجه عندنا وكده، وجميله طبعا. النهارده حدث يعني غير مسبوق الصراحه، خصوصا ان كمان قناه الاهلي عودتنا من زمان، وخصوصا الفتره الاخيره ان هي بتذيع لنا دايما ماتشات وحتى تمارين، ودايما بتحتفل بينا، فالصراحه حتى احنا كفرقه لما بنروح هناك فعلا بنتبسط جدا، وحتى الناس هناك بتعاملنا معامله كويسه قوي، بنبقى مبسوطين حتى ان احنا رايحين، واحنا كمان مبسوطين قوي ان بقى حتى في قناه ممكن ماتشاتنا بتبقى حصري متذاعه، والبث فيها بيبقى مباشر والكلام ده كله، مهتمين بينا جدا الصراحه يعني، في حاجه مشرفه جدا الصراحه. القناه عامله شغل كبير جدا مع الفرق، على طول بتغطي ماتشاتنا، وعلى طول لما بنكسب اي بطولات بتفضل تستضيفنا في ملوك الصالات. صراحه دي حاجه كويسه قوي ان هم بيخلوا الناس تشوف لعيبه النادي الاهلي، فاحب اشكر القناه جدا لانها عامله شغل معانا جامد جدا. اول حاجه هو طبعا شرف كبير ليا ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي وكيان عظيم زي دوت، وطبعا اكبر ميزه برده من الميزات ان قناه الاهلي يعني في قناه بتتابعنا، بتتابع مجهوداتنا اللي احنا بنعملها على مدار السنه، فده طبعا احساس حلو قوي، وده بيشجع اصلا الواحد ان هو
يبذل اقصى حاجه عنده علشان يعني يخدم الكيان دوت. طبعا دي شرف لاي حد في الدنيا ان يلبس فريق النادي الاهلي، يعني حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله دايما مع النادي الاهلي لحد ما يعتزل ان شاء الله. يعني بالنسبه لنا النادي الاهلي ده بيتنا تاني يعني. بس فانا بشكر طبعا اي حد كان معانا الفتره دي بالذات يعني، وان شاء الله نقدر ندي النادي اكتر بجانب كتير زي ما هو ضاف لنا حاجات كتير الحمد لله يعني. اهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما بنقول لحضراتكم عندنا النهارده مجموعه كبيره جدا من الموضوعات والحوارات حول قضايا رياضيه واهلاويه متنوعه ومختلفه. جدير بالذكر قبل ما ننتقل لموضوع اخر انه كمان في شكر وتقدير واجب للدكتور محمود بجنيد على الجهود اللي قدمها منذ انطلاقه هذه القناه كامين لصندوق النادي في هذا الوقت، وتم تكليفه بتولي هذا الملف لفتره طويله، وكان في ترتيبات وان شاء الله في الفتره الجايه هيكون معانا على شاشه قناه الاهلي، وكان في جهود كثيره وكبيره لاستضافته الا ان سفره خارج القاهره منع هذا الامر في هذا التوقيت. هنتقل مع حضراتكم سريعا مره ثانيه لزميلي محمد سعيد. بالفعل زميلي محمد، يعني خلال السنوات الاخيره قناه النادي الاهلي من خلال الصوره الحصريه والمعلومه الهامه وجسر تواصل بين النادي وجماهيره واعضائه، كان كل ذلك من خلال قناه النادي الاهلي اللي كان انطلاقتها بالنسبه للوطن العربي والوسط الرياضي بمثابه المفاجاه. لكن لان النادي الاهلي دايما في الرياده ودايما اي قرار او اي اتجاه سواء في المنظومه الاعلاميه او المنظومه الرياضيه او حتى الانشاءات او الفروع دايما بيكون بمثابه رقم واحد في كل شيء. فانطلاقه قناه النادي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والوسط الاعلام والرياضي كانت انطلاقه مختلفه، والكل كان بيتابعها عن كثب خلال السنوات الاخيره وعبر سنوات طويله جدا، ومن خلال نقل كواليس ونقل مباريات وتواصل بين اللاعبين والاجهزه الفنيه ليس في كره القدم فقط لكن في كل الالعاب الاخرى، الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه مع جماهير النادي الاهلي، كانت بمثابه التواصل بشكل عام. واحنا بنتكلم في هذا الاطار واحنا معاكم دلوقتي على هواء مباشره، وفي اطار هذا الجسر التواصل مع الجماهير ايضا هنروح لمجمع الصالات في استاد القاهره، وقدامنا صوره حصريه من البطوله العربيه لتنس الطاوله اللي بتقام في هذه اللحظات. الصوره والمعلومه فقط وحصريا على قناه النادي الاهلي من خلال هذه اللقطات الحيه للبطوله العربيه لتنس الطاوله، وبالطبع النادي الاهلي ومشاركته في هذه البطوله بالطبع هو الرائد في هذه اللعبه، وحقق الالقاب العديده سواء المحليه او حتى العربيه خلال السنوات الاخيره، ونرى لاعبيه في البطولات الدوليه والبطولات الاقليميه يحققون المراكز الاولى في المسابقات الرسميه. محمد مرة تانية مشاهدينا احنا بنفكر حضراتكم بحاجة، الصورة دي بتخلينا نتذكر كلمات مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب خلال الأيام القليلة الماضية وفي الاحتفالية الكبيرة بالإنجازات اللي تمت على مدار موسم رياضي بأكمله 2017-2018. كابتن محمود الخطيب أكد للحاضرين ولكل متابعي قناة الأهلي اللي كانت بتنقل حصريا هذا الحدث أنه بالتأكيد كرة القدم هي العنوان الرئيسي أو العنوان العريض للنادي الأهلي ولهذا الكيان الكبير، إلا أن إنجازات النادي الأهلي في حصاد كل عام أو نهاية كل موسم هي بطولات كبيرة وكثيرة جدا، يعني تتفوق بأرقام وبفارق كبير على أقرب المنافسين، وأن النادي الأهلي بيولي هذه الرياضات وكافة هذه اللعبات نفس درجة المتابعة والاهتمام، وأيضا حريص على الوصول لأعلى درجة من المتابعة الجماهيرية ومن حضور الجمهور وحفاوته بالفرق الرياضية في مختلف المراحل وفي كافة اللعبات، وأن النادي الأهلي هذه المؤسسة حسبما أشار مجلس الإدارة بأكمله بقيادة الكابتن محمود الخطيب الاهتمام بيسير في كل الاتجاهات على قدم وساق وبشكل متوازي في نفس التوقيت، والإنفاق كمان في ترتيبات أن يكون الإنفاق وتطوير هذه الإدارات الخاصة بكل اللعبات والأنشطة الرياضية المختلفة بنفس الدرجة من الاهتمام من مجلس الإدارة والدراسة والتطوير والأخذ بالطرق العلمية للوصول لأفضل النتائج. عشان كده احنا بنقول أن النجاح في كل الرياضات زي ما احنا شايفين مشاركة الأهلي على المستوى المحلي والدولي، المستوى العربي الإقليمي الأفريقي، كل ده بيحظى بنفس درجة الاهتمام من المسؤولين في النادي والحرص على توفير كل ما هو ضروري وحتمي للأجهزة الفنية واحتياجاتها الفنية واللوجستية والتمويلية لتحقيق أفضل النتائج وتحقيق طموحات وتطلعات النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره. احنا هنتوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لنبدأ أولى فقراتنا الحوارية في هذه الحلقة مع الأستاذ خالد شاكر، وهنتكلم معاه باستفاضة في اتجاهات كثيرة جدا.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم الخلال الاهلي الليله، وهنبدا الان في طرح تساؤلات كثيره جدا عن الاعلام الرياضي وعوده الجماهير وانطلاق قناه الاهلي منذ 10 سنوات، محاور كثيره جدا ترتبط بالنادي الاهلي هذا الكيان الكبير. من خلال هذا الحوار مع الاهلاوي الكبير الاستاذ خالد شاكر. مساء الخير يا استاذ خالد. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معنا. الله انا اسعد طبعا، وليا الشرف ان انا اتواجد في قناه النادي الاهلي، حاجه بالنسبه لي تسعدني جدا. تسعدنا دايما بوجودك في بيتك في قناه النادي الاهلي. استاذ خالد، بدايه مرور 10 سنوات بنحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاق قناة الأهلي 6/8/2008، شايف القناة ازاي منذ انطلاقها وحتى الآن؟ تصوراتك للمرحلة الجاية مع التطوير اللي بدأ؟ والله بص محمد بيه، هي طبعا قناة الأهلي يعني هي الرائدة في مجال الإعلام الرياضي بالنسبة للأندية، وطبعا هي حطت يعني محددات لكيفية التعامل مع هذا الطرح، لأن في هي خدته بأسلوب عاقل متزن رشيد، عرضت قضاياها بصورة لم تحدث إثارة للجماهير فيها، وكانت متزنة جدا في الرسالة بتاعتها. وبناء عليه طبعا ده مسؤولية، يعني دي حضرتك ممكن النهارده تبقى في قنوات جماهير دورها انها تشحن في جمهورها وتدخلهم في وقناه الاهلي حسب كلام حضرتك منذ انطلاقها وحتى الان ما ادتش فرصه للي حاولوا ياخدوا الاتجاه ده. الحديث عن بعض انها تبقى قناه متعصبه في بعض الاحيان اتهمت اتهامات انها ما بتاخدش الخط الزايد شويه، وده امر بالمناسبه يعني طبعا انا واحد مشجع وقلبي قلبه مشجع ومتفاهم احساس المشجعين ان هم عايزين يشوفوا ازاي نبضهم في القناه دي. ازاي القناه بتحارب وبتعمل والاخر، بس ده مش هو، هي جزء من المجتمع. واي توجهات الكوره في دم المجتمع كله، يعني هي 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 اساس في التعاملات بين الناس حتى وبينهم بعضهم، يعني الناس متقابل بعض اول حاجه بيسالوا انت اهلاوي ولا زملكاوي والكلام ده كله. فالكوره مهمه جدا، كون انها تكون بهذا التوازن ده امر جيد جدا. طبعا هي في عندنا كنا بنامل ان القناه طبعا تاخد اتجاهات اخرى متطوره وخلافه، لكن طبعا الظروف اللي مرت بالكره المصريه في الفتره الرياضه بشكل عام في مصر والنشاط، وطبعا يعني كان حصل يعني الى حد ما يعني توجه مختلف للقناه في فتره من فترات. انا شايف ان الخطوات النهارده راجعين لنفس الخطوات القديمه، وشايف ان احنا يعني عندنا بناء جديد جاي. لكن حضرتك مع التوجه ده اللي وافق عليه منذ اليوم الاول المسؤولين في مجلس الاداره واتفقت عليه اداره القناه وكل زملاء فريق العمل في القناة انها تكون قناة بايست منحازة للنادي الاهلي معبرة عنه رسميا متبنية كل مواقفه ورؤاه وجهات نظره، ولكن بشكل متزن ما فيهوش تجاوز بصوت رشيد. بصوت رشيد ده مهم جدا، دي مسؤولية. عايز اقول لحضرتك حاجة، الاهلي مسؤولية، اي حد مرتبط بالاهلي مسؤولية، حتى صورة المشجع الأهلي تصريحات حتى المشجع كل... المشجع برضه مسؤول، لان الاهلي ما هواش نادي عادي، ما هواش يعني هي اسلوب مختلف تماما عن الاهلي غير. فبالتالي مهم جدا ان احنا الناس تبقى فاهمة. وخلي بالك احنا كأهلوية عمرنا ما بننطلق ونقعد نتخانق والحكام والحكاية والرواية او ان احنا ندور على شماعة وكلام ده كله، ده مش جاي. الجمهور لما وصل لهذا الرشد وصل له منين؟ وصل له من المسؤولين. يعني لما بيشوف النهاردة تصريحات المسؤولين بتوعه على مدار سنينه، عمر ما كان بيطلع بعد الماتش مسؤول أهلاوي يقول اصل الحكم والحكاية والرواية، دايما بيقول ايه؟ عندنا قصور هنصلحه. بتلاقي الماتش اللي بعديه الاهلي بيكسب، فالجمهور مطمئن. حته الاتزان دي مهمه جدا، لان اولا طبعا حتى كان المسؤول في الاهلي او في الاجهزه الفنيه يقول اتمنى لجنه الحكام بس تراجع بعض الامور الخاصه بتاهيل الحكم بالشكل الافضل مثلا عشان الاداء العام مثلاً للبطوله والمصارعه، انما ما بيروحش يقول انا اتغلبت عشان خاطر الحكم. لان زي زمان يعني الله يرحمه صالح سليم كان بيقول لك احنا هنجيب جون واثنين وثلاثه، ده الرد اللي على في الملعب حتى لو في خطا تسبب في هدف في مرمى بالظبط. فاللي انا عايز اقوله ان هذا الاتزان مهم جدا، لان الاهلي انت بتتكلم على القطاع عريض من الشعب. فاذا وصلت لمرحله انك انت عمال بتسخن فيه وبتوصله لمرحله، امر خطير جدا. طيب حضرتك من الشخصيات اللي اعلم جيدا ومن تعاملي مع حضرتك في الفتره اللي فاتت انك مطلع في مجالات العلاقات العامه والتسويق وكل الامور المتعلقه بهذا الجانب من الحياه. ازاي قناه الاهلي في تصورك، وحضرتك كمان بتحظى بثقه مجلس الاداره، واعتقد انك بتطرح مقترحات كثيره تناقشها مع المسؤولين في النادي واولهم كابتن محمود الخطيب، ازاي القناه
بلغه البي ار العلاقات العامه تعمل علاقات عامه افضل مع المجتمع المصري ومع الجماهير المصريه والعربيه في الفتره الجايه وتتواصل بشكل اكثر اتساعا معاها. والله حريك قناه الاهلي محظوظه لان اصلا هي مبنيه على جماهيريتها من قبل ما على 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 مشاهده غير عاديه. يعني النهارده احنا طول عمرنا كنا اول ما بنروح البيت بنتفتح على قناه الاهلي وتسيبه وبتعمل اي حاجه في الدنيا بس قناه الاهلي شغاله. فده مش موجود. نستثمر ده ازاي؟ نعم نستثمر ده بشكل افضل ازاي في الفتره. تستثمر انك انت يبقى في حوار مع جماهيرك وانك انت يبقى في انتر اكشن. يعني النهارده لازم النهارده يبقى في برامج فيها ان الجماهير بتشارك فيها. تواصل يعني مباشر مع الجمهور بالتاكيد. يعني انت النهارده ممكن جماهيرك هي اللي تختار احسن لاعب في المباراه، ممكن جماهيرك تختار احسن فريق في المباراه في الـ في الـ في, الـ في الشهر مثلا. ممكن النهارده جماهيرك يبقى لها دور اكبر كتير في توجيه واتخاذ قرار. احنا بنشوف مثلا على الفيسبوك لو احنا بتلاقي شباب صغير عنده افكار في منتهى الجمال، فمن الممكن النهارده ان احنا بنفتح القاعده دي وبناخد مقترحات وبنتحرك. بس هو مهم النهارده طبعا الدور الاهم دلوقتي في الوقت الحالي للقناه قبل التسويق هي اعاده الرشد للجمهور واعادته في الى التراك الصحيح. يعني بمعنى ايه؟ الجمهور النهارده يعني ساير يعني للاسف بقاله فتره طبعا من واقع الاحداث اللي جت مرت بالدوله في فتره من فترات والثورات والكلام ده كله. ففي حاله موجوده، الحاله دي اثرت على النادي الاهلي وعلاقه جماهيره معاه. بمعنى ادي لحضرتك مثال، انت امبارح طبعا مهم اننا نعرف امثله. امبارح احنا كنا بنحتفل بماتش 3-2 بتاع سنه 85. القرار بتاع سنه 85 ده هل انت متخيل النهارده رد فعل لو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اتخذ هذا القرار النهارده؟ ده تحصل ثوره. يعني اللي انا عايز اقوله، علشان انت النهارده تروح تلعب الزمالك بفريق تحت 18 سنه وانت عندك فرقه فيها الخطيب ومصطفى عبده وطارق ابو زيد والكلام ده كله وتستبعد النجوم كلهم، تستبعدهم وتروح تلعب فريق 18 ماتش خروج مغلوب في الكاس ومع الزمالك كمان كده مع الزمالك، والزمالك يعني ايه كان في الفتره دي ده اقوى فريق ظهر للزمالك. يعني هل يا ترى رد الفعل كان هيبقى قبول بهذا الشكل زي سنه 85؟ يعني انا عايز الجمهور يراجع نفسه ازاي النهارده ده إزاي كانت العلاقه الجمهور اتعاملت مع ده وهم رافضين القرار في الوقت ده طبعا، لكن في حدود المقبول. انا عايز اقول لحضرتك تجاوز. احنا نازلين الماتش ده رايحين نتغلب 8 بس انت عليك فرض انك انت تبقى موجود في الماتش عشان الاهلي لما يتغلب تبقى واقف جنبه. يعني احنا عندنا منطق مختلف، الاهلاويه غير. بتتمنى الجمهور يبدا يستلهم مواقف من الذاكره ومن المواقف اللي طبعًا احنا مرينا بيها. هو طبعا الناس كلها بتتكلم على ان في تغير والدنيا اتغيرت وفي بس التغير بيكون في الادوات مش في المبدا. بمعنى ايه؟ احنا مبدانا كاهلاويه احنا منظومه، هي منظومه كلها ريسبوندنج مع بعضيها يعني. فلما في قرار مجلس اداره بياخده طبعا احنا كنا اياميه بنتساءل وازاي وبتاع والكلام ده كله، ولكن انت عندك ثقه في مجلس ادارتك. وخلي بالك احنا دايما متعلمين ان القرارات التربويه بهذا الشكل نتيجتها على طول ربنا بيوفقنا وبنكسب وبيبقى وراها سنين من المكاسب. فاللي انا عايز اقوله مهم جدا ان الجمهور النهارده يبتدي بيهدى، لان الوضع يعني الى حد ما محتاج. ازاي نساهم في ده ومسؤوليه مين استاذ خالد؟ يعني النهارده في نموذج في الالتزام وضبط النفس حتى في اشد المواقف من المسؤولين في النادي الاهلي، من رموز النادي، من اعلام النادي الاهلي، وبالتالي كل الجانب اللي بيمثل النادي الاهلي رسميا منضبط وملتزم. ازاي التاثير ده الايجابي على الجمهور انه يرجع للشكل اللي احنا نحب نكون عليه كلنا في مجتمعنا المصري؟ زي هي ثقافه اتنقلت لنا من المسؤولين زي ما قلت لحضرتك. يعني احنا على مدار السنين، يعني انا اهلاوي بالميراث، فاتعلمت من ابويا، اتعلمت في المدرج، اتعلمت من صحابي، حبيت في الاهلي مبادئه واليوتوبيا بتاعته. فاحنا كلنا كنا كده. فمهمه من قناه الاهلي انها تبتدي تحيي هذا عشان الناس تفهم يعني ايه الاهلي. لان النهارده لو الاهلي النهارده كوره ومكسب وخساره خلاص، انا النهارده الاهلي بيتغلب هروح اشجع ريال مدريد، بعد بكره اشجع القصه مش كده. احنا عندنا الاهلي يعني انتماء لكيان كبير بالظبط. فطبعا هنا هوت مثلا هدي لحضرتك مثال، احنا من 10 ايام او 20 يوم كابتن خطيب طلع عمل نداء للجمهور في المباراه بتاعته. رد فعله كان ايه؟ التزام. التزام ف
في مباراة يعني البطولة الأفريقية. إزاي النهاردة يعني حاجة زي كده هوت مش بس قناة الأهلي، الإعلام نفسه ما سلطش الضوء عليها. دي 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 ده طاقة نور اتفتحت. يعني حضرتك فاهم قصدي إزاي؟ يعني معنى كده في رسالة بتقول إن لما بيطلع حد زي كابتن الخطيب يقول للناس يا جماعة يا ريت تلتزموا، الناس بتلتزم. يبقى في دور على كلام حضرتك معناه إنه يجب أن يكون هناك مساهمة من كل النجوم الكبار من أجيال مختلفة. تمام. اللي هم رموز عند الجماهير ومؤثرين في وجدان وثقافة الجماهير. تمام. إنهم يشاركوا معنا في الفترة دي من خلال قناة الأهلي ومن خلال الإعلام الرياضي. وخلي بالك بالممارسة. بالممارسة يعني أنا أوريدي كنت في مع رابطة شجاع الأهلي بالممارسة. القيادة هي اللي بتفرق. يعني هم نفس الشباب كانوا ملتزمين، كانوا رحنا لقيناهم شتايم ولا آخر الكلام ده كله، لما قلنا لهم يا جماعة ما يصحش الأهلي ويشتم قعدنا سنتين ثلاثة ما بيشتمش. إذن الموضوع هي عبارة عن قناعات مش أكتر. حضرتك فاهم قصدي إزاي؟ فإحنا محتاجين وعلينا دور، علينا دور في أكتر من حاجة. أولا النادي الأهلي أكبر وأعظم، أي أهلاوي أكبر وأعظم كتير إن هو يتدنى بأخلاقياته في أي وقت من الأوقات، لأن ده مش مجالنا، ده مش ملعبنا، الملعب ده مش بتاعنا، إحنا بنكسب في حتة تانية خالص. وما عنديش يعني ما عنديش الاستعداد إن أنا مش عايز أنتصر في الحتة دي، أنا مش عايز إن أنا أنتصر. دي المنافسة اللي أنا عايز أروح لها. ده مش مجالي خالص. أنا بالعكس أنا 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 أنا, أنا بتاع مبادئ وبتاع النهاردة روح رياضية واحترام واحتراف وإدارة بشكل عام. مش معنى ده إن أنا هفرط في حقوق الأهلي، ولكن مش بالضرورة إن أنا عشان أجيب حقوق الأهلي إن أنا يعني أكون شخصية مش. فده المقصد، وده اللي احنا محتاجين ان احنا ننقله للناس. طيب عايزين نوضح من خلال وجهة نظرك، كلامك مهم جدا يا استاذ خالد، وبينقلنا لقضية او بعد تاني مرتبط بنفس الموضوع ده. فكرة الاستثمار في انشاءات ضخمة وتشييد استادات ومنشآت رياضية ضخمة في مصر والوطن العربي النهاردة، محتاجين وعي وادراك الجمهور ان ده مرتبط بحجم الحضور الجماهيري والمشاركة الجماهيرية في النشاط. لأن مهما كان حجم الشركات العالمية والدولية وقدراتها وتمويلها وإمكاناتها، لا يمكن تستثمر في بلد لسه عندها مشكلة في الحضور الجماهيري وفي الانضباط الجماهيري. تمام. عايزين نوضح النقطة دي ودور الجماهير فيها في الفترة الجاية. والله بص حضرتك، يعني خلينا نقول ليه البراند بتاع الأهلي براند قوي، وليه دايما الرعاية بتاعته بتبقى رقم كبير. هو لأن مردود الانتماء بتاع الجمهور لهذا. يعني أنا النهاردة في بيتي عندي فعلا مش زار، يعني الحاجات اللي النهاردة الأهلي بيترعى هي دي اللي بتخش البيت، وهتلاقي معظم الأهلاوية كده. فهتلاقي في انتماء لهذا، هتلاقينا بنحيي هذا. وده مهم جدا، لأن هو ده الدخل اللي بيخش للنادي علشان انا انبسط. لو بصينا على الجانب الاخر بتاع الاستثمارات واللي بيحصل في الوقت الحالي، طبعا يعني طبعا في استثمارات كبيره دخلت دلوقتي في مجال الرياضه في الوقت الحالي، ولكن انت بتستثمر لمين؟ ما هو لو الجمهور مش موجود يبقى انت النهارده في صاحب الفرح مش موجود، اللي هو انت اللي بتعمل الحاجه دي عشان في سلعه مش هتباع. لا، وانت بتعمل الكلام ده لمين؟ يعني في الاخر احنا بنعمل تمثيليه، انما انت لو عايز المسرح فعلا بالجمهور. حضرتك فاهم قصدي ازاي؟ عاده يعني ايه المسرحيات المسجله بتبقى دمها مش خفيف، انت دايما لازم تفي لايف، الصوت، العرق، الباشن، تفاعل الجمهور مع الممثلين. ده 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 هو ده. يعني هو الناس بتعمل كاس العالم في المدن، وناس بتقوم وبالملايين بيتحركوا من مدن لمدن وكلام ده كله، دي لغه تواصل ولغه يعني صناعه. فانت الصناعه دي بتعملها لمين؟ يعني يا حضرتك فاهم قصدي ازاي؟ فطبعا الجمهور طرف اصيل في هذا الامر. وفي نجاح اي مشروعات رياضيه بالتاكيد. وما انا بقول لحضرتك النهارده قيمه الاهلي بالنسبه كبراند جمهوره. حضرتك فاهم قصدي ازاي؟ فاذا النهارده ده امر لازم يتحسب كتسويق. انا النهارده لما باجي ابص على البراند بتاع الاهلي، انا النهارده بقول والله بقيمه برقم، ببص على براند نادي تاني بقيمه برقم. هل الكلام ده معناه يا استاذ خالد ان النهارده الظروف المحيطه بينا وبمجتمعنا ومحدوديه الحضور الجماهيري او غياب الحضور الجماهيري، ان الانديه الجماهيريه وفي مقدمتها الاهلي هي الاكثر تضررا منها؟ بالتاكيد. ده امر ده مش بس ماديا، طبعا ده ماديا ومعنويا وفنيا في الملعب وفي نفس الوقت انت بتخسر حاجه رئيسيه. هو النهارده قيمه
قيمة البطولة في إيه وقيمة اللعب في إيه في الجمهور اللي موجود ده هوت. مفهوم. هنرجع نكمل كلامنا مع حضرتك يا أستاذ خالد، لكن هننتقل سريعا مع حضراتكم لزميلي محمد سعيد للانتقال مرة أخرى أو لمتابعة أخرى للبطولة العربية لتنس الطاولة. شكرا لك. تحياتي لضيفك الكريم الأستاذ خالد شاكر. ولأن الحدث استثنائي، الحدث متعلق طبعا النهاردة قناة النادي الأهلي أتمت 10 سنوات منذ الانطلاق في عام 2008، ودائما وأبدا دائما معاكم في الصورة الحصرية والمعلومة الحصرية ونقل حي لكل الأحداث الرياضية في مصر والوطن العربي. وبالطبع في هذه اللحظات وداخل مجمع الصلاة باستاد القاهرة الدولي، البطولة العربية للمنتخبات لتنس الطاولة، نذهب مباشرة وعلى الهواء مباشرة وبث مباشر مع الزميل أحمد رشاد مراسل قناة النادي الأهلي، يطلعنا بكل التفاصيل المتعلقة بالبطولة العربية للمنتخبات والمقامة حتى هذه اللحظات وفي الختام على ملاعب الصالة المغطاة في استاد القاهرة. زي ما تابعتم في هذه اللقطات الحصرية وعزف النشيد الوطني بعد تكريم المنتخب الوطني الحائز على المركز الأول في البطولة العربية للمنتخبات المشاركة في بطولة تنس الطاولة والمقامة في هذه الأيام على الصالة المغطاة ومجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي. لكن في هذه اللحظات أرجع بالبث المباشر إلى زميلي محمد الجندي واستكمال باقي الفقرات، ومعه ضيفنا طبعا الأستاذ خالد شاكر. إليك الكلمة محمد. شكرك زميلي العزيز محمد سعيد، وطبعا مبروك الوطني وهذا الفوز وإنجاز جديد يضاف لإنجازاتنا الرياضية في مختلف الاتجاهات، وده زي ما قلنا حضراتكم مرتبط دايما باهتمام الأندية الرائدة في مصر وفي مقدمتها النادي الأهلي بكل ما يتعلق بتطوير كافة اللعبات الرياضية المختلفة، وها هي النتائج، حصد مزيد من النتائج والبطولات في الرياضات المختلفة، وهنا بنسعد طبعا بهذه النتيجة وهذا الفوز في البطولة العربية لتنس الطاولة. الأستاذ خالد شاكر بجدد الترحيب بحضرتك مرة تانية، وألف مبروك طبعا. الله يبارك فيك يا أستاذ خالد. كنا بنتكلم عن تضرر الأندية اللي عندها ميزة تنافسية في مقدمتها على المستوى المصري والأفريقي والعربي النادي الأهلي من غياب الجماهير. حضرتك بتقول إن ده حتى مؤثر فنيا في الملعب على اللاعبين وعلى مستواه. طبعا هو مؤثر بدرجة كبيرة طبعا، لأن في جزء أنت مفتقده، أنت في عنصر من عناصر أنت ميزة تنافسية موجودة عندك أنت مش موجود تفقدها طبعا. بخلاف أنت عندك مشكلة تانية كبيرة، خلي بال حضرتك إن هو الجمهور هنا هو دافع قوي، مش بس النادي، للنشاط نفسه، للصناعة. فكل ما أنت النهاردة حصل بيها اهتمام وحصل بيها تواصل، هتلاقي النهاردة أن الصناعة بتكبر وهتبتدي تتحول من هي تبقى عبء، وده الأوريدي كانت الناس بتعاني منه في التسعينات ولا آخره لحد ما بدأ الفكر الاستثماري يخش في الأندية، إلى أن النهاردة ممكن يتحول إلى أنك أنت دخل وتعمل بفلوس وتستخدمها، يبقى مشروع رابح وناجح في النهاية. بالظبط. بخلاف طبعا صناعة الأبطال، يعني أنت النهاردة أي بطل ده اللي هي اللي بيشتغل في من سكات، يعني النهاردة في استادات خاوية أو صامت. يعني بالتأكيد النهاردة
لو فريقك انت الفريق القومي بتاعك متعود يقعد يلعب في لعيبته قبل تلعب من سكات في كأنها بتتدرب، لما هتطلع بره هتخض، اللي هو اصلا ده السلاح اللي احنا كنا بنخوف بيه المنافسين لما بيجوا مصر. فلا طبعا يعني الجمهور عنصر رئيسي في 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 الصناعه نفسها، واحنا يجب علينا احنا نفهم ونتعلم. يعني انا عايز اقول بس حاجه، ان احنا كمان برضو ما بناخدش من التجارب الخارجيه، يعني احنا محتاجين ان احنا ننظر للخارج، ننظر مثلا بطوله زي كاس العالم نشوف ازاي الناس استفادت منها، ازاي النهارده الناس عرضوا بلدهم، ازاي النهارده في صناعات قامت على الكاس العالم، ازاي في النهارده يعني حجم دخل كبير اتحرك. فاحنا محتاجين نبص لده، وخصوصا ان احنا اهو داخلين في بطولات مختلفه، فبس شفنا تجربه روسيا واستضافه داخلينها بحاله متعصبه، حجم التعامل والتفاهم والتواصل جماهيريا، جماهير منتخبات متنافسه قاعدين في نفس المدرج مع بعض وبيستمتعوا بالمباريات. بالزبط. حجم الدعايه اللي تحققت لروسيا من هذه البطوله ماديا، استثماريا، تسويقيا، جماهيريا، سياحيا، اعتقد ان احنا لازم نعيد حساباتنا. صحيح. وبصراحه احنا مصر بلد المفترض انها ترقى كتير لهذا، لان تاريخها وهي نفسها يعني طول عمرها هي رائده يعني، فازاي النهارده احنا نكون متخلفين يعني في عن الرجب اللي موجود في العالم كله؟ ده خطر جدا. طيب التنسيق بين المسؤولين، قيادات الانديه المصريه في مقدمتها النادي الاهلي مع الجهات القائمه على اداره الرياضه في مصر، اهميته ايه في ضوء القرارات اللي حضرتك تابعتها الصادره عن الاجتماع اللي تم بين وزير الشباب والرياضه ووزير الشباب ورؤساء الانديه المصريه؟ هو طبعا التواصل ده مهم جدا علشان يحصل نوع من نوع الاتفاق والدفع للمنظومه الرياضيه نفسها. فانت النهارده طبعا يعني اول اجتماع تقدر انك انت حضرتك تقول ان هو طلع النهارده بنتائج شبه عليها اتفاق عام، واصبحت يعني طبعا هو في جزء مهم طبعا ان في رغبه اصلا في العوده، وده امر احنا شفناه ولاحظناه طبعا من تصريحات الوزير عن رغبه الرئيس او المؤسسه الرئاسيه انها الجمهور يرجع وكده، وده طبعا ادى دافع، وده دفعه كبيره جدا. تحرك الوزير برضو في هذا الامر برضو امر محمود، ضيف عليه بقى ان احنا في فتره طويله جدا على حسب ما قرينا ان الكابتن كان بيروح وبيجي، خطيب بيروح يقابل مسؤولين وفي اجتماعات والى اخره، ففي اللي عايز اقوله في رغبه للعوده. اساسها النتيجه اللي ظهرت النهارده ان بقى اصبح خلاص بقى في هيكل، يتبقى طبعا يعني دعم الامن لهذا الامر وان هو يحصل عليه القبول. انا طبعا بس عندي يعني عدد من الملاحظات عليه. انا شايف على نتائج الاجتماع، على نتائج الاجتماع، عن الاجتماع اول حاجه حرك النادي الضيف عدده كبير، احنا في مشكله اصلا محتاجين ان احنا يعني نتعامل معاه، وهي حجم التعصب الدائر حوالينا سواء اعلاميا او سوشيال ميديا. فمش عايزين يعني نعمل تجربه تفشل، احنا عايزين يهمنا جدا الجمهور يرجع ويرجع، يعني مش مجرد يرجع ماتشين وبعدين نلاقي نفسنا. بس حضرتك هنا بتفكر انها تمشي على مراحل وبشكل تدريجي، ان انا ادي الفريق صاحب الملعب مساحه اكبر من الحضور. يعني النهارده بنقول 5000 منهم 3000 مثلا اللي هم صاحب الملعب ونصهم للضيف. فإذا أنت خلقت نوع من أنواع الأعداد الكبيرة اللي ممكن يحصل فيها احتكاك عند الخروج والدخول وكلام ده. إيه البديل اللي شايفه مناسب ممكن؟ لازم نقلل عدد الفريق الضيف بدرجة أكبر ويبتدي يحصل العجلة تجري، هي المشكلة. عايز نفس الرقم يبقى النسب بتاعته مختلفة. النسبة الأكبر منه أو النسبة تزيد لصالح صاحب الملعب وللضيف تقل. الضيف تقل جدا بأقصى درجة ممكنة، بالعكس يعني حتى لو نقدر نبدأ النهاردة بدون الضيف، لأن إحنا مش عايزين احتكاك في الأول. مجرد إن العجلة تمشي وتبتدي نخش في دايرة الروتين، مش مجرد إن إحنا الحمد لله الماتش ده عدى، طب الحمد لله اللي بعده بعدين، يعني خبر أبيض الماتش اللي بعديه حصل مشكلة وقف تاني وارجع. كتر التجارب اللي بتحصل فيها فشل بعد كده ممكن تؤدي ان يبقى فيه مفيش مصداقيه، ما يبقاش النهارده انت في جزء معتمد عليه كبير جدا، وعي الجمهور اللي جاي حضرتك فاهم ازاي، فانت عايز كمان برضه تحضره،
وبتحضروا اعلاميا، يعني لازم النهارده يبقى جاي ينبسط، خلي بالك يستمتع بمباراه، خلي بالك اصلا احنا بنروح الاستاد مش عشان خانه، احنا بنروح الاستاد عشان ننبسط، احنا عايزين يتوفر هناك للجمهور كل ما يمكن ان هو يبسطه، مش ان هو يعني يبقى في حاله يعني تحفز وتعصب يعني ويخش بالظبط ويخش ينبسط ويلاقي ما يجعله ان هو ينبسط. تأثير الإعلام الرياضي بالتجاوزات أو الممارسات غير المهنية اللي يعني ملأت الكثير للأسف من وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة في بلدنا، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي غير المنضبطة أو اللي بتسبريد بتنشر هذه الممارسات اللي بتغذي التعصب، تأثيرها إيه على الجمهور؟ للأسف تأثير سلبي جدا، وهي اللي بتسود في الوقت الحالي للأسف. يعني حضرتك للأسف إحنا كمان كجمهور وانا ده بستعجب له جدا، يعني عندنا التوجه ان احنا نسمع، نحب نسمع بيتقال علينا ايه غلط، حضرتك فاهم قصدي ازاي؟ يعني مش بندور على بيتقال علينا ايه كويس، لا عايزين نعرف ايه اللي بيتقال عشان نتخانق، حضرتك فاهم قصدي؟ التوجه ده كمان برضو اتمنى يعني انا يعني اتمنى كمان برضو الجمهور يركز مع اللي يبسطه ويبعد عن اللي يعمل له ازمه، احنا عايزين ننبسط. فاذا كان النهارده في اي حد بيسبب له نوع من انواع التوتر او التوتر او بيوجهه التوجيه السليم يبعد عنه. الفتنه شديده، يعني في فتن كبيره جدا لازم نبعد عنها ولازم نتجنبها ولازم نبقى دايما متجهين ناحية اتجاه اللي يخلي حياتنا أفضل. الحياة ممكن صعبة، ممكن كلمة واحدة يقولها شخص مش مسؤول أو مش متزن في منبر إعلامي واحد تسبب أحداث عنف، تسبب إصابات أو لا قدر الله أسوأ من كده، أو تعمل مشكلات تصعب العودة للأفضل مرة بالزبط. ثانية فالأمر بس مش بس مجرد، يعني اللي أنا عايز أقوله إن الاستادات أهم حاجة فيها الأمان، إنك أنت تبقى يعني آمن على نفسك وانت داخل. فطبعا يعني في بعض الاستادات محتاجه انها النهارده قبل ما نتحرك كده اهوت لازم برضو يبقى في ريكومنديشن او في توصيات ان الاستادات دي زي ما النيابه العامه قالت في وقت من الاوقات ان لازم كل استاد يبقى فيه مواصفات معينه، اللي هي الكاميرات والترقيم والبوابات والكلام ده كله. فاذا كان عندنا مثلا استاد القاهره عمل ده، الاستادات التابعه للقوات المسلحه عملت ده، فضروري بقيه الاستادات نبتدي نتحرك في هذا الاتجاه. حضرتك قلت ان عندك واللي هيصرف عليها بقى عوده الجمهور، اكيد ما عوده الجمهور هو الرافد المالي الاساسي بالزبط لاي استثمار في المجال ده، بالزبط في مجال المناسبات الرياضيه الكبيره او الحضور الجماهيري في اي رياضه سواء كره القدم او الحضور في اي رياضه او اي منافسه اخرى. حضرتك قلت عندك عده ملاحظات على نتائج الاجتماع والقرارات الصادره عن اجتماع وزير الشباب مع رؤساء الانديه، اولها كان تحفظك على النسب المتاحه لكل فريق. بالظبط ان إيه لا تاني؟ مش النسب المتاحه، انا قصدي انا عايز اقلل عدد الضيف جمهور الفريق الضيف لحد ما الدنيا تهدى، لان احنا كمان برضو في التهاب وفي عصبيه، وبعد خلي بالك كل ما المنافسه بتزيد كل ما السخنيه بتزيد التحفز بيزيد عند الجمهور. فالامر محتاج توازن، نتفادى ده في الفتره الاولى، محتاج توازن كبير وده دور كبير من الاعلام يعني محتاج ان هو ايه تاني الملاحظات اللي وجدتها زي ما قلنا حضرتك ان احنا لازم نكمل التوصيات بتاعه النيابه العامه ان احنا نجهز الاستادات بحيث انها تكون امنه للناس والى اخره. وبعدين انا شايف برضو ان يجب ان احنا نعمل مؤتمرات يبتدي كل يعني نناقش فيها كل واحد يعني المنظومة نفسها يتعامل زي ورش عمل، كل جهة تبتدي تتحمل مسؤولياتها وتشوف ايه الافضل اللي هتعمله تقوم بدورها بطريقة افضل، يعني بدون يعني 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 انت عندك ست تقريبا أطراف للمنظومة، إذا كانت جهة إدارية، إذا كان نادي، إذا كان اتحاد كورة، إذا كان جمهور، إذا كان إعلام، إذا كان أمن. هل محتاجين حوار وتواصل أفضل بين قيادات الأندية المصرية؟ ده ممكن ينتقل تدريجيا للجماهير نفسها؟ طبعا. بص حضرتك التواصل دايما ده أمر حضاري وأمر بيفتح المشاكل، وطالما الناس رايحة بنية إنها للأفضل ده شيء كويس. يعني أنت حضرتك بره في أوروبا في اجتماعات دوريه للانديه اللي هي بتاعه الدوري الاي بي ال والحاجات دي، هي
وهم بيحطوا قوانين مع بعضهم بيشوف ازاي طوروا اللعبه وازاي طوروا. حضرتك انت شايف النهارده ايطاليا بتعمل ايه في الدوري بتاعها. الدوري الايطالي هو اللي بدع الحاله اللي هي بتاعه الدوريات والفلوس والكلام ده كله في الثمانينات. النهارده الدوري الايطالي وقع بقاله حاجه بتاعه 10 سنين، فبالتالي السنه اللي فاتت ما دخلوش كاس العالم. النتيجه ايه؟ يوفنتوس بيشتري رونالدو، وبدا النهارده في انتفاضه في الدوري الايطالي، ده بيقعدوا نوادي مع بعضها بيتبادلوا اللاعبين علشان يعملوا دوري قوي على مستوى المنافسه. فالدوري ده لما هيبقى قوي هيبتدي يجي فيه استثمارات وهيبتدي يجي فيه فلوس ويستقطب نجوم اكبر. بالظبط، وهيبتدي يجيب فلوس اكتر. فالتاني بنرجع نقول دي صناعه، وده زي ما حضرتك قلت تنسيق ومبادرات من قيادات الانديه الايطاليه نفسها، حاسين ان في مشكله مدركين انها عايزه حل، لازم يتواصلوا او يساعدوا بعض. احنا عايزين يعني ايه نتطور من مرحله المنافسه الى مرحله التعاون يعني التعاون العام، بس المنافسه يعني منافسه اللي هي مش خناقه مش صراع، المنافسه علشان احنا نبقى افضل. تتمنى النادي الاهلي ياخد المبادره في الوقت ده بعدد من الاجتماعات الدوريه لمجموعه من قيادات والمسؤولين في الانديه المصريه، زي ما بدات التجربه وقت ما حضرتك تابعت معانا دعوه النادي الاهلي في وقت من الاوقات الى ايقاظ الادراك او الوعي بحقوق الانديه المصريه فيما يتعلق بحقوق البث الفضائي ورابط المحترفين. انديه المحترفين هو القاطره، هو اللي بدا التحرك وراء كل الانديه المصريه. متهيألي ممكن نكرر التجربه في اتجاه افضل التواصل بين الانديه. ده قدر النادي الاهلي، النادي الاهلي هو الرائد دايما، هو دايما صاحب اول تجربه، ودايما هو اللي بيقوم بالخطوه الاولى، وبالتالي طبعا بيدفع القاطره كلها على بعضها بتاعت الرياضه. طيب هنتعامل ازاي مع المشكلات اللي حضرتك قلت انها مشكلات حقيقيه ومؤثره في مواقع التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا، المناخ العام اللي بقى مليان تحفز وتعصب وعنف احيانا؟ بص خلينا نتفق ان السوشيال ميديا هي عباره عن رد فعل لحظي، يعني 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 ما هياش تاثيرها مهم طبعا، وكل واحد بيعبر عن رايه، ولكن الاهم من هذا نرجع تاني ان هو الاعلام اللي احنا لازم يعني ايه ننصح ان احنا عشان نرقى بالفكر والوعي يبقى لازم احنا يبقى في اتفاق اعلامي عامه عن وفي رقابه وفي النهارده مسؤوليه أو حساب للمصر. مسؤوليه على الكلمه، لان الكلمه دي ممكن تؤدي الى ممكن تبني وممكن تهدم لا وتؤدي الى كوارث. انما السوشيال ميديا طبعا له تاثيره، بس تاثيره وقتي مش تاثيره واحنا بنسمعك يا استاذ خالد دلوقتي. دي اجتماع لقطات بنتابعها للاجتماع اللي تم اليوم بين المسؤولين في الانديه ووزير الشباب والمسؤولين في الاتحاد المصري كره القدم، يعني كل الاطراف المشاركه في هذا اللقاء طبعا، واهميه هذه الامور اللي حضرتك بتقول ان احنا نحتاج الى التركيز عليها والى الوصول لافضل درجه ممكنه من التواصل والتنسيق بين كافه الاطراف المعنيه. هو طبعا ده يعني انا شايف ان دي اعلى درجه النهارده وصلنا لها من الاجتماع، يعني ايه الاجتماع شكله جدي بدرجه اكبر، والمشاركه فيه مشاركه فعاله، واحنا اعتقد بالاجتماع ده مشينا خطوات كبيره جدا. اتمنى بس ان هو طبعا ان الامن بقى كمان يعني يدخل طرف في الموضوع، وان هو يعني يبتدي يسمح باللي حصل بالقرارات اللي اتخذت في الاجتماع ده هوت بصوره او باخرى، وان العجله تتحرك. لو العجله اتحركت خلاص انت، وزي ما حضرتك قلت في البدايه ان الجمهور عليه العبء الاكبر، لان كل تجربه الجمهور هيسمح بيها انها تخرج بشكل ناجح ويكون ملتزم ومنضبط فيها هيساعد وهيشجع كل القطاعات انها تزود الاعداد. بالتاكيد بالتاكيد، وعي الجمهور يفرق كتير كتير كتير. احنا طبعا يعني ايه يعني الجمهور هنا هوت للاسف في وقت من الاوقات تحمل عبء مشاكل كتيره، لان الفترات اللي كانت فاتت دي هي دي فترات كلها فترات ما كانتش طبيعيه في عمر الامه يعني على العموم. فالامور يعني دلوقتي بدات يعني ترجع للمناخ الاهدى، فعلينا كلنا كل الاطراف عليها النهارده انها تنفض عن نفسها ما حدث في الفترات اللي فاتت.
هنرجع لحضرتك نستكمل هذا الحوار بعد قليل أستاذ خالد شاكر، ولكن مشاهدينا أنتقل معكم مرة أخرى الآن إلى زميلي محمد سعيد. شكرا لك زميلي محمد الجندي، وبالفعل بس مباشر من البطولة العربية للمنتخبات لتنس الطاولة مقامة في هذه الأيام في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، لكن سريعا عبر البث المباشر نذهب إلى مراسلنا أحمد رشاد لكي يطلعنا بكل التفاصيل من هذه البطولة وبعد الختام وحصول المنتخب الأول على المركز الأول. إليك الكلمة أحمد. شكرا ليك محمد سعيد، تحياتي ليك، وهنا من نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة. النهاردة كانت منافسات قوية جدا، ومصر يعني يمكن حصدت العديد من الميداليات واستحوذت على المركز الأول في العديد من البطولات. وطبعا معنا دلوقتي وأثناء ما احنا موجودين دلوقتي وأثناء التتويج معنا لاعبات النادي الأهلي ومنتخب مصر اللي حققوا المركز الثاني. ماشي معنا اللاعبة مروة هشام ومريم هشام. يعني في البداية بنرحب بيكم، وطبعا يعني شفتوا التتويج ده ازاي والبطولة استعدتوا لها ازاي من البداية؟ هو الاول البطولة كنا مستعدينها ان انا كنت في الجزائر بطولة الاولمبيات الافريقية، الحمد لله خدت المركز الاول، فكنت جاية هنا متحمسة للبطولة وكنت عايزة ادي احسن من كده. كان توقعاتي ان انا اخد المركز الاول وناخد اول في الدبل كالعاده الحمد لله، بس يعني ما كانتش دي متوقعاتنا، بس ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. يعني النهارده المباراه كنا شايفينها يعني في تقارب من بينك وبين اللاعبه، يعني شفت ازاي المباراه واستعدت لها ازاي وكنت متقدمه وبعدين تراجعتي؟ يعني هو الصراحة أنا ما كنتش متوقع أن يبقى الفرق في السكور قريب كده، لأن طبيعي أن احنا كنا بنكسب فرق كبير، يعني أبقى أنا كسبانة وليدنج في الماتش، بس ده دليل على أن هي متحسنة ودليل على أن أنا برضو ما كانش التركيز 100%، بس إن شاء الله المرة الجاية يعني أقدر ألعب على أخطائي اللي أنا غلطت فيها المرة دي وإن شاء الله تبقى أحسن المرة الجاية. يعني مروة برضو قولنا المركز التاني، طبعا دايما احنا عارفين أن كل لاعب بيبقى طموحاته ان هو يلعب على المركز الاول، بالنسبه لك المركز الثاني النهارده هل هيبقى ليكي دفعه ان انت تحققي المركز الاول في كل البطولات الفتره المقبله ولا لا؟ اكيد المركز الثاني ده يعني حاجه عشان اتعلم من خطأي، عشان مفيش حد بيكسب على طول، فلازم نبقى برده بناخد اول وفي المركز الثاني اتعلم الخطا اللي انا غلطته واتعلم عليه يعني احسنه، وان شاء الله المره الجايه اخد اول ان شاء الله. يعني بقى بالنسبه للبطوله العربيه هل هي هتكون دافع ليكي كبير للمنافسه على البطولات مع النادي الاهلي الفتره القادمه بما انك انت لاعبه في النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، اكيد دي بطوله بالنسبه لي مهمه، والنادي الاهلي نادي كبير وانا يعني بتشرف ان العب في اسم النادي الاهلي، ان شاء الله المره الجايه نجيب لهم المركز الاول. يعني بقى اخيرا كده طموحاتك الفتره المقبله؟ عندي اولمبيات الشباب ان شاء الله. يعني النجمتنا الثانية وهي صاحبة المركز الثاني. اهلا بحضرتك. يعني حققتي برضو المركز الثاني، شايفة المركز الثاني بالنسبة لك ايه في بطولة مهمة زي دي؟ هو احنا بس استعدادنا ما كانش زي استعداد زي بطولة عرب قبل كده، لان احنا كان كمان السنة دي ثانوية عامة، فكان استعدادنا قليل قوي لبطولة العرب، بس هو الحمد لله طبعا على كل حال. هو احنا كنا متوقعين اول زي بطولة العرب اللي فاتت، بس هو توفيق ربنا. و انا شايفه ان انت تحققي مركز تاني ويكون اللي بتلعب معاكي زوجتي هي اختك، شايفاه ازاي؟ هو احساس يمكن اتعودنا عليه عشان احنا بقالنا كتير من ساعه ما دخلنا المنتخب بنلعب بزوجي مع بعض، فبتبقى راحه نفسيه طبعا، بس توتر شويه علشان احنا الاثنين عايزين نكسب بعض، بس الحمد لله انها جايه معايا. اسالك نفس السؤال اللي سالته للمروة، طموحاتك بقى الفتره المقبله سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي؟
هو احنا ان شاء الله مسافرين معسكر، فاحنا بنحاول نجهز ويبقى مستوانا اعلى علشان لما نيجي هنا يبقى البطولات بالنسبه لنا حاجه سهله ان احنا نكسبها. وعشان السنه الجايه ان شاء الله سيدات، فعايزين ان احنا نخش جوه من بدري. بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق دايما كده يا رب. شكرا. عودة ليك زميلي محمد سعيد ومزيد طبعا من اللقاءات في خلال الفترة القادمة. شكرا ليك يا زميلي أحمد رشاد، وتغطية حية من مجمع الصلاة باستاد القاهرة الدولي، ومتابعة حية لختام البطولة العربية للمنتخبات لتنس الطاولة. لكن في هذه اللحظات نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نعود الحديث مع زميلنا محمد الجندي وحديث مطول وفقرة هامة جدا مع الأستاذ خالد شاكر. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. شارك الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في الاجتماع الذي تم اليوم وانعقد في مقر وزاره الرياضه بدعوه من الوزاره مع كافه الجهات المعنيه للتنسيق بشان عوده الانديه وعوده الجماهير الى المباريات بقوه في الفتره القادمه والى الاستادات المختلفه. هنوجز لحضراتكم سريعا حتى نستكمل هذا الحوار مع الاستاذ خالد شاكر وقراءه تحليليه لاهم ما عرض من خلال كلمه الكابتن الخطيب والمقترحات اللي تقدم بها خلال هذا الاجتماع، وكان بالفعل اول المتحدثين في هذا الاجتماع. تلخصت كلمة الكابتن الخطيب في أمور محددة كان عناوينها الرئيسية أن مصر لا يليق بمصر صاحبة التاريخ العريق في كافة المجالات وفي الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد أن تظل الاستادات خاوية بهذا الشكل، والمقارنة مع دول شقيقة وصديقة لنا دول محيطة بنا في المنطقة مرت بظروف مشابهة وإنما تجاوزت هذا الأمر وامتلأت الاستادات في هذه الدول الشقيقة لنا بالجماهير اللي بتستمتع بدعم ومؤازرة الفرق الرياضية والكروية المختلفة. وتطرق أيضا إلى ضرورة التيسير على الجماهير بشتى الطرق من أجل سهولة ويسر الوصول والخروج الآمن من الاستادات ومقار استضافة هذه المباريات والاستمتاع بالمباريات بالشكل الأمثل. ورفض أيضا الكابتن محمود الخطيب أن تكون فئة واحدة هي من يستمتع بكرة القدم أو بالذهاب للمدرجات والاستادات المختلفة، وقال يجب أن تكون كل الفئات متاح لها هذا الأمر وتخصيص بعض المقاعد أو المدرجات للعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن مطالبته بفئات مختلفة في سعر والقيمة المالية للتذاكر لتناسب كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقدرات المالية المختلفة. وتلخصت المقترحات كالآتي فيما يتعلق بالسعة أو عدد الجماهير في التدرج في عدد الجماهير في الفترة المقبلة. اقترح الحضور بنسبة مبدئية تصل إلى 15% من سعة الاستاد بحد أقصى 5000 مشجع وصولا إلى المباراة التاسعة من الدوري، ثم اقترح زيادة هذه النسبة إلى 25% في التسع مباريات الباقية من الدور الأول بحد أقصى 10000 مشجع. وأيضا في حالة نجاح التجربة طالب بأن تزيد هذه النسبة، نسبة الحضور الجماهيري، إلى 30 أو تتراوح ما بين 30-40% من سعة الاستاد ابتداء من الدور الثاني بحد أقصى 20000. حق دخول الاستاد لحاملي التذاكر فقط حسب تطلعات أو مطالب الكابتن محمود الخطيب بشرط تسجيل بيانات كل حاملي التذاكر داخل النادي. وثلاث نقاط رئيسية أخيرة طرحها أيضا كمقترحات خلال هذا الاجتماع وتوصيات له في هذا الاجتماع: استخدام الاستادات الجاهزة على الفور حاليا لاستقبال الجماهير في المباريات المختلفة، والتشديد على أهمية عدالة التحكيم من أجل فرص وتساوي الفرص في المنافسة في البطولات، وتنظيم الأدوار وتنسيق الأدوار بين كافة الجهات، أمن الأندية وشركات الأمن وأفراد الشرطة وكافة الجهات المعنية في الدولة باستضافة وتأمين وتنظيم أمور المباريات. كان لابد أن نستعرض ده سريعا مع حضرتك ومع مشاهدينا. أستاذ خالد، تعليق حضرتك ايه على ما طبعا كلام مهم جدا، وفي حاله تنفيذه اعتقد ان هو هياخدنا مرحله قدام تاكيد يعني. وده طبعا يعني ده دور النادي الاهلي ان هو يكون اوريدي هو. حضرتك متفق مع رؤيه كابتن الخطيب والمجلس في ان ده تدرج طبعًا منطقي او مقبول ومناسب الفتره الجايه؟ طبعا طبعا، والنقط كلها نقط طبعا مهمه جدا. حتى لما بنتكلم على الاستخدام الاستادات ازاي بنتكلم على واعتقد يعني الامر محتاج برضو ننظر فيه للبعد بتاع التنفيذ نفسه. يعني احنا محتاجين عندنا مشكله تانية يعني طبعا بره الكلام اللي اتقال. ايه هي يا استاذ خالد؟ وهنرجع نكمل كلامنا. احنا عندنا مشكله ان احنا محتاجين نطبق تطبيق سليم، بمعنى المخطئ يعاقب، الغير مخطئ لا يعاقب. اتفقنا على نظام هننفذه،
ما ينفعش ان انا فئه انفذ معاها باسلوب وفئه تانية انفذ معاها باسلوب تاني. الكرة غذاء الشعب، فهي لكل الناس، هي للفقير وللغني للراجل وللست لكل حاجة. فالنهاردة انت عايز تتعامل مع الامر تعامل ثابت ما فيهوش، وهو اللي عمل الازمات كلها هي بمعايير ثابتة مع الجميع مش متغير. فالنهاردة ما اقدرش ان انا يعني اظلم ناس بفعل ناس، لا، المخطئ لازم يدفع ثمنه. حضرتك هنا بتطالب بان ما تبقاش العقوبات بتشمل الجميع، يعني من يعني يخطئ ومن لا يخطئ. بالظبط، يعني النادي اللي يخطئ، اللاعب اللي يخطئ، الحكم، يعني اي متجاوز فورا من الجماهير، من بالزبط الاعلام، من النقاد، اي خروج عن اللائق وعن ميثاق الشرف الصحفي والاعلامي، عن الضوابط اللي بتحكم وتنظم وجود الجمهور، عن القانون. هو النهارده اصبح الشغب له قانون، مش يعاقب بالغاء النشاط، تجميد وارجاع عوده الجماهير، مفيش الحاجات اللي لا. والنهارده اذا كان في جمهور بيعامل معامله، فالجميع بيتعامل بنفس المعامله. ما ينفعش ان انا اختص جمهور ان هو يعني يعامل بطريقه وجمهور تاني يبقى له مسموحات او خلاف. انا عندك مشكله او تحفظ على فكره التعميم دايما في التعامل مع اي مشكله. بالظبط. فبالتالي النهارده كده احنا نرتاح. انا النهارده كمشجع رايح الاستاد عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا. لو هتصرف تصرف يعني، انا النهارده لو انا نازل رحت سرقت كسرت العربيه اللي تحت وسرقت اللي فيها هتحبس، مش كده ولا ايه؟ فاذا المفترض ابقى انا عارف ايه العقوبة اللي جايه لي، وبناء عليه ما حدش يقدر يتكلم ساعتها اذا كنت انا عملت حاجه واتعاقبت. اما اذا انا النهارده مش ثابت عليا حاجه، يبقى انا مش مفترض ان انا اتعاقب. فالامر محتاج علشان الدنيا تمشي بصوره سليمه، محتاج ان يبقى في باترن واضح، محتاج في نموذج واضح قصاد الناس، كل واحد عارف اللي هو واللي عليه وعارف مسؤولياته ايه وليه ايه وعليه ايه. يعني الجانب اللي هو التيسير على الجماهير، وان هو النهارده تنسيق الامور بشكل جيد امنيا وتنظيميا، فده امر مهم جدا ومهم ان احنا نتفق عليه من قبل. احنا محتاجين الامرين اعتقد يا استاذ خالد، البعد الانساني والاجتماعي واحترام ادميه الانسان وحقه في الاستمتاع بالنشاط الرياضي والكروي، في نفس الوقت تفهم صعوبه مهمه كل القائمين على اداره الامور من الجوانب الامنيه والتنظيميه والرياضيه. بالظبط، يعني انت ما تعاقبنيش عشان انا بحب فريقي، عارف فاهم قصدي ازاي؟ يعني ما سوف يكون، ما تعاقبنيش على هذا، عاقبني لما اغلط، انا تحت امرك، انما ما تعاقبنيش لمجرد ان انا بنتمي لفريق، اسمح لي ان انا ادعم فريقي واتحرك معاه واشجعه. بالظبط. نتمنى النتائج تصل للافضل في الفتره الجايه، واعتقد ان حضرتك بتقول انك متفائل بالاستجابه لهذه جدا، وانا شايف في يعني في مردود جيد من الدوله بصراحه، وفي اهتمام وفي اجتماعات مهمه، والنهارده كان في حضور برضو للقوات المسلحة، وكان في برضو الأمن كان موجود، يعني الأمر فيه اهتمام جيد جدا من كل الأطراف المشاركة، يبقى بس يعني هنا هوت إلى حد ما لازم الإعلام يبقى له دور مهم جدا، لأن الإعلام هو ثقافة الشعب. أنت بص على التلفزيون شوف بيطلع إيه، تفهم الشعب ثقافته عامله، وسرعه بقى التحرك للتنفيذ. لو الدوله اتفقت ووصلنا لتوصيات، الكل ارتضى هذه التوصيات بالتنسيق مع قيادات الانديه، هتعمل معادله جيده لهذه المرحله، سرعه التنفيذ بقى والتطبيق مهم طبعا، سرعه التنفيذ، ومهم ان احنا نكون بندرس دايما واحنا شغالين، بندرس بنعمل ايه. يعني حضرتك انا مهتم جدا ان يحصل يتعمل زي مؤتمرات على هامش الامور دهيت، ويحصل فيه تطور، نستجلب خبرات من العالم يجي يشرح لنا، الاعلام يبقى له ورك شوبس بتجيله ناس من بره، الانديه يعني كل الاطراف، يعني نتفاعل بقى مع المجتمع المحيط بينا ثقافيا ورياضيا. بالظبط. اسعدتنا بوجودك معنا، وان شاء الله تكون الفتره الجايه احسن على كافه المستويات، في اداء قناه النادي الاهلي، وفي تحقيقها لنجاحات اكبر، وفي عوده الجماهير، وفي عوده الاستثمار والحضور الجماهيري، وعوده الروح للاستادات وللنشاط. وان شاء الله يعني مصادفه جيده ان يمر 10 سنين ويبقى في تطور جديد في القناه، متفائلين ان شاء الله، وان شاء الله احنا عندنا ثقه كبيره في القائمين على القناه ومجلس الاداره ان هو يقدر يوصل القناه انها تقوم بدور اكبر كتير يعني. إن شاء الله طبعا بفضل. وتتغلب على كل المعوقات اللي موجوده وتقدر انها تتحرك. نتمنى ان شاء الله ده يتحقق في الفتره الجايه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معانا، اسعدتنا بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. استاذ خالد، الله يخليك. بنشكر الاستاذ خالد شاكر، وانتقل مع حضراتكم، ابقوا معنا في قناتنا مستمره من خلال الاهلي الليله، هتتعرفوا حضراتكم دلوقتي معانا على تفاصيل اكتر عن كل محتوى هذه الحلقه والمواد اللي هنتابعها مع حضراتكم في لقاءاتنا القادمه على مدار المتبقي من الثلاث ساعات. انتقل مره اخرى سريعا الى زميلي محمد سعيد.
الجندي، وشكرا لضيفك الكريم الاستاذ خالد شاكر. بالطبع في هذه الفقره، فقره مهمه جدا لكل جمهور كره القدم بشكل عام وجمهور النادي الاهلي بشكل خاص، وهي الجزئيه المتعلقه بعوده الجماهير الى الملاعب خلال الفتره القادمه. واليوم صباحا كان هناك اجتماع هام جدا في مقر وزارة الشباب والرياضة، دعا إليه دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي حضور القيادات الأمنية والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم ورؤساء الأندية المعنية بهذه المنظومة الرياضية المنظومة القروية من أجل عودة الجماهير. وبالطبع حضر أيضا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والكل تحدث في هذا الشأن من أجل عودة الجماهير. لكن بشكل عام خلال الفترة القادمة ننتظر من خلال هذا الاجتماع نتائج ملموسة وقرارات هامة جدا تساعد الجماهير على الحضور في المباريات، وبشكل أكبر تساعد الجماهير على أن تحضر كل المباريات الأندية، وبشكل خاص جمهور النادي الأهلي في المباريات المحلية والمباريات الأفريقية. الآن معنا تقرير مهم جدا نستمع فيه إلى كلام دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأيضا المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ماذا قالوا في هذا الاجتماع وفي هذا المؤتمر بخصوص عودة الجماهير خلال الفترة القادمة. النهارده في ديوان وزاره الشباب والرياضه بيسعدني اني ارحب بكل الساده الحضور، برحب ببدا طبعا بساده رؤساء الانديه اللي موجودين جميعا، الساده الممثلين الاتحاد المصري لكره القدم وعلى راسهم المهندس هاني ابو ريده سيد رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، كمان برحب بشكل كبير بالسادة الزملاء ممثلين هيئة الرقابة الإدارية الأمن الوطني وزارة الداخلية وزارة الدفاع بوجودهم النهاردة. الموضوع إن إحنا بنتكلم مع الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية في مواجهة موضوع مهم جداً، ألا وهو بداية الدوري والتكلفات الخاصة بدخول الجماهير المصرية بهدف حماية ولادنا، مش منع ولادنا وجماهيرنا لدخول المدرجات أو لبداية الحياة الطبيعية بأفق وفكر يضمن حاجة واحدة وأكررها تاني، سلامة ولادنا، يضمن الشكل العام لمصر في رياضتها في كل حاجة. إذا كانت كرة القدم عنوان فهي عنوان كبير للرياضة المصرية نهتم بيه، لكن نهتم بيه بأسس وفكر منظم. كل الموجودين مصريين، كل الموجودين بيحب بلدهم، كل الموجودين عايزين الأفضل لكل حاجة فيما يخص الرياضة والشباب. طبعا بشكر السادة الإعلاميين الموجودين، الزراع الموازية لرؤيتنا وزراع الموازية لإعلام كل الجماهير وكل المشاهدين واللي بيحبوا الرياضة والشعب المصري بالصورة الإيجابية اللي كلنا رايحين لاتجاهها. وبشكركم جدا مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله. وهترك الكلمة للمهندس هاني أبو ريدة بصفته رئيس طبعا الاتحاد المصري لكرة القدم، وده بيت الجميع يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هي النهارده احنا بنتكلم بقالنا 5 سنين على موضوع التمارين. انا بشكر طبعا سيادة الوزير على المبادرة الطيبة مع السادة الزملاء خاصة الأندية. النهاردة نشوف الطريقة المسجعة زي ما قلنا الشيخ الوزير قال، إن هو بنتكلم على سلامة المواطن
في كل الملاعب. النهارده باذن الله لو جينا وفقنا مصر الحلول خلينا نتحرك خلال الموسم القادم باذن الله، لانه الموضوع بقى يعني شكله ما عادش مناسب للملاعب المغلقه. والنهارده وجود كل الاجهزه التنفيذيه في الدوله في هذا الاجتماع باذن الله هنوصل لحلول ايجابيه لعوده الجماهير وشمال العراق. اهلا بكم من جديد. وزي ما سمعتوا في هذا التقرير كلام دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والمهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد كره القدم حول الاليات والطريقه التي ستعود من خلالها جماهير كره القدم الى الملاعب في الفتره القادمه. النادي الاهلي من خلال هذا الملف كان لديه دراسات واقتراحات عديده في هذا الشان، وكانت هناك اجتماعات عديده في هذا الموضوع وتصور من خلال لجنه الجماهير والتي يراسها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي من خلال هذه المنظومه يرى ان عوده الجماهير لابد أن تكون في أسرع وقت ومن خلال هذه الآلية التي تم استحداثها في الفترة الأخيرة والتي طبقت في المباريات الأفريقية. أيضا بالإضافة إلى ذلك الكابتن محمود الخطيب من خلال هذا الاجتماع قال أن الفترة القادمة تتطلب من خلال هذا الاجتماع أن تكون هناك نتائج ملموسة لعودة الجماهير إلى الملاعب في الفترة القادمة، وألا تقتصر أو ألا يقتصر حضور الجماهير على فئات معينة مع السماح لعدد معين من الجماهير في البداية حتى الأسبوع التاسع من الدوري، ثم استكمال وزيادة السعة الجماهيرية في الملاعب خلال الفترة القادمة. لكن أيضا حضور رؤساء الأندية والمشاركين في هذا الأمر كان لديهم تصريحات خاصة وأدلوا بدلوهم في هذا الموضوع. نتابع في هذا التقرير طبعا تصريحات رؤساء الأندية وما رأوه في هذا الملف من أجل عودة الجماهير إلى الملاعب في الفترة القادمة. الاتفاق على دخول الجماهير العدد اللي تم اقتراحه 5000 متفرج. وزارة الشباب الدكتور أشرف صبحي دلوقتي هاي يطلع بيان من وزارة الشباب والرياضة دلوقتي عن فحوى الاجتماع. احنا دلوقتي رايحين اتحاد الكرة عشان نجيب عشان نعمل ورقة نبعتها لوزارة الشباب والرياضة بالمقترحات وال5000 متفرج والعدد المعين اللي هيخش، وان شاء الله باذن الله الجهات الامنيه هي بقى اللي عليها الدور في الاخر، وده هيعمله الدكتور اشرف صبحي في انه هيتبنى المذكره اللي هتبعت من اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره هو المسؤول عن القصه ديت. ده برضو من ضمن البنود اللي خرجنا بيها، وهتروح للدكتور اشرف، الدكتور اشرف يبتدي يتبنى مع الجهات الامنيه دخول الجمهور. النهارده كان الاجتماع طبعا كانت المبادره مهمه جدا من معالي الوزير، واحنا اثنينا على ان هو يعني مع بدايات ايامه الاولى في تولي الوزاره ان هو يكون مهتم بهذا انه يعيد الملف ده بشكل قوي، واكد معالي الوزير ان ده واربع جهات سياديه موجوده في الاجتماع ان دي توصيات رئيس الجمهوريه صراحه، ان لابد من عوده الجماهير بما يليق بالمنتج الكبير اللي احنا بنقدمه كره القدم المصريه. اذا فهناك ما فيش حد مختلف على الجماهير ترجع. النهارده كانت كلها دراسه لاراء رؤساء الانديه، كل واحد ادلى بدلو زي ما بيقولوا. هيتم تجميع التوصيات وترفع لاتحاد الكره، يجتمع خلال الاسبوع الجاي عشان يجاوب على ثلاث اسئله او يحط ثلاث محاور. المحور الاول ان هو يحط الاليه اللي ترجع بيها الجماهير، سواء جماهير فئويه زي الجامعات والقوات المسلحه والشرطه وكده، او جماهير اعتياديه العاديه،
يحط الآلية اللي ممكن تنفذها. المحور الثاني أن يكون يحدد مين الجهات اللي هتبقى مسؤولة عن تنفيذ هذه الآلية. المحور الثالث اللي هو الأعداد اللي هيسمح بيها في المرحلة الأولى، واللي من خلال المناقشات أقدر أقول لك أنها هتتراوح ما بين 3000 إلى 5000. أبرز ما جاء في اجتماع النهاردة أنه الأندية كلها متفقة على عودة الجماهير وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بقوة، يعني لعودة الجماهير، وكل واحد أدلى بدلوه. وطبعا كابتن محمود الخطيب كان له دور كبير جدا في أنه عامل ودارس الموضوع كويس قوي وحط ورقة عمل متكاملة احنا كلنا متفقين معاه فيها. وفي نفس الوقت كان في بعض الآراء لنادي الزمالك والاتحاد السكندري والمصري، مصر المقاصة، كلها آراء بتصب في عودة الجماهير وبقوة، لأن الحمد لله دلوقتي أصبح مصر آمنة وبالقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأصبحنا قوة كبيرة لا نخاف من حد. وبإذن الله الجماهير كلها تبقى عندها توعية ووعي إنه اللي هيغلط هيتحاسب. عودة الجماهير تدريجيا اعتبارا من الماتشات اللي جاية دي طبقا لتعليمات الأمن، على إنه إن شاء الله في 1/9 تعود الجماهير كاملة بالنسبة للجماهير الأندية، مع الوضع في الاعتبار قاعدة البيانات ووضع الآليات اللي تحافظ على دخول الجماهير وعدم رجعتهم مرة أخرى. سمعتوا في هذا التقرير كلام الكابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد كرة القدم، والأستاذ محمد الطويلة نادي النجوم المستقبل، وأيضا كمان الأستاذ بكري سليم نادي مصر المقصة، وأدلوا بدلوهم في هذا الأمر بخصوص عودة الجماهير خلال الفترة القادمة. لكن النادي الأهلي كان له تصور خاص في هذا الملف، والكابتن محمود الخطيب تحدث في هذا الاجتماع من خلال رؤية النادي الأهلي نتيجة أن هناك دراسة كاملة درسها النادي الأهلي خلال الفترة الماضية في مسألة عودة الجماهير وتأمين الملاعب وجاهزية الاستادات خلال الفترة القادمة، وأيضا قيام كل المسؤولين وكل أطراف اللعبة بأدوارهم خلال الفترة القادمة من أجل عودة مميزة لجماهير كرة القدم في المباريات القادمة، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإفريقي. وإذا تم تحديد نسب معينة لدخول الجماهير تكون بنسب محددة لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو العائلات، لكن ضرورة حضور جماهير للفريق صاحب الملعب وحضور الجماهير الضيف لكن بنسبة محددة، مع قيام الأطراف المعنية بتأمين هذه المباريات وتأمين الاستادات وجاهزية المدرجات استقبال الجماهير خلال الفترة القادمة. نتمنى يا رب خلال الساعات القادمة يعني نسمع قرار جديد ومعلومة جديدة في هذا الملف، وأن الجماهير تحضر في مباريات الدوري، ويكون الأمر تدريجي بدءا من الأسابيع الأولى حتى الأسابيع الختامية في هذه المسابقة، وما ينعكس بشكل إيجابي أيضا على المباريات الأفريقية للنادي الأهلي المشارك في البطولة الأفريقية خلال هذا العام. وإحنا بنتكلم عن الجمهور، أيضا جمهور النادي الأهلي بالنسبة لنا هو الأسمى وهو الهدف الأمثل بالنسبة لكيان النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي أهلي وأفتخر وجمهور داحماه. جمهور النادي الأهلي دائما عبر العصور وعلى مدار التاريخ دوره الكبير ودوره المحوري مع النادي الأهلي في جميع البطولات، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإفريقي. وإحنا بنحتفل النهاردة بمرور 10 سنوات على إنشاء وانطلاق قناة النادي الأهلي منذ 6 أغسطس عام 2008 وحتى هذه اللحظات في عام 2018، جماهير النادي الأهلي كان لها صورة كبيرة جدا وكان لها دور محوري كبير جدا مع قناة النادي الأهلي ودورهم المحوري وتواصلهم بشكل مباشر أو حتى عبر التقارير المصورة أو حتى عبر الفيسبوك والرسائل الخاصة من خلال قناة النادي الأهلي. لكن في هذه اللحظة وفي هذا الحدث التاريخي الكبير نطلع نشوف في هذا التقرير جمهور النادي الأهلي، النادي الأهلي بيمثل له إيه؟ النادي الأهلي بيمثل له إيه كمبادئ، كتاريخ، كمستقبل؟ المبادئ ليس مبادئ وقيم فقط، لكن هي عبارة عن هوية. النادي الأهلي بالنسبة لجمهوره ليس مبادئ ولكنه هوية. الهوية والمبادئ جزئان لا ينقسم بخلاف عن بعض، وبالتالي خلال الفترة القادمة جمهور النادي الأهلي دائما هو الجمهور حمى هذا النادي. نتابع في هذا التقرير ماذا يمثل النادي الأهلي لهذا الجمهور العريض في الفترة القادمة. We'll be right back.
بيمثل لي افضل نادي في الكون، نادي القرن الافريقي، النادي اللي بشجعه من صغري، النادي اللي بحبه، نادي الاهلي. الاهلي بالنسبه لي كيان كبير بيمثله لعيبه كتير ومدربين كتير، حاجه كده عباره عن كونسبت كده كويس، الناس تحترم بعضها. والكره في مصر عموما يعني كويسه، بس الاهلي بالذات بيبقى ليه مود خاص كده يعني. بيمثل الحياه، حياه النادي الاهلي كلها بتمشي مع اي جمهور للنادي الاهلي. الاهلي طبعا يعتبر كيان عظيم وقيمه جامده في الكره المصريه. يعني احسن حاجه وفي حاجه زي الاهلي. الاهلي بيمثل لي حاجات كتيره في حياتي يعني، هو الفريق الوحيد اللي انا بشجعه مهما كان، وان شاء الله الاهلي على طول في بطولات. اول ما اتولدت وانا طلعت لقيت العيله كلها بتشجع الاهلي، يعني قعدت اتابع بقى مباريات بتاع الناس اللعيبه، انا حافظه اللعيبه من زمان قوي يعني، التشكيلات بتاعتهم كمان كلها. فعارف انت فكره ان الاهلي حياه، يعني دي حاجه بجد فعلا مش كلام يعني. فعلا جمهوره ده حماه، احاديث مهمه جدا وتصريحات هامه جدا. وجمهور النادي الاهلي تحدث عن ناديه العريق 111 سنه منذ انشاء النادي عام 1907، تاريخ مبادئ التطوير. في هذه اللحظات اذهب الى زميلي محمد الجندي والفقره الرئيسيه، وبالطبع حوار هام جدا لكن من خلال زميلي محمد الجندي. اليك الكلمه محمد. اشكرك زميلي محمد سعيد، وبنستقبل واحد من نجوم النادي الاهلي والكره المصريه ومنتخب مصر سابقا، واحد من اللاعبين اللي لهم بصمات كبيره في تاريخ الكره المصريه بموهبته الاستثنائيه وقدراته التهديفيه، وتبقى في الذاكره مباريات طبعا كلكم حضراتكم فاكرينها بالتاكيد، كل هذه المباريات اللي تالق فيها بشكل غير عادي في مباريات على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي والدولي. الكابتن خالد بيبو ضيفنا النهارده، نجم النادي الاهلي منتخب مصر سابقا، واللي تولى واكلت اليه مؤخرا تم تكليفه بمسؤوليه اداره اكاديميات النادي الاهلي. كابتن بيبو مساء الخير. مساء النور. مبروك التكليف وسعداء بوجودك معنا في قناه الاهلي. الله يبارك فيك والحمد لله على السلامه. الله يسلمك، منور بيتك مره ثانيه، واضافه لاي مكان تكون موجود ربنا فيه. ربنا يخليك. من وانا سعيد ان انا بعد فتره طويله قوي من قناه النادي الاهلي ارجع مع حضرتك. يعني سعداء جدا ومتشرف بوجودك معانا النهارده كابتن خالد. بنتمنى لك التوفيق في مهمتك في مرحله التطوير بشكل عام في كل الادارات والمجالات المختلفه في النادي الاهلي. نبدا بالتكليف، كيف تلقيت الخبر، خبر تكليفك لاداره المهمه الكبيره والصعبه اداره الاكاديميات، وشفت التكليف ده ازاي؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني احنا كلنا يبقى بنبقى سعداء ان احنا يجي لك تكليف من اداره النادي الاهلي ان انت تتولى مسؤوليه اي قطاع جوه النادي الاهلي. انا اتخذت القطاع بتاع الاكاديميات، قطاع فيه شغل كتير جدا، وبلغت بالخبر طبعا من لجنه الكوره، وكنت سعيد جدا طبعا بالخبر، وسعيد جدا بان انا اكون يعني بعد فتره طويله قوي واحد من الناس الموجودين في قطاعات كرة القدم يتم التطوير فيها بشكل عام. يا رب ان شاء الله. وجيل جديد من الكوادر كابتن خالد، يعني مع حفظ الالقاب للجميع، خالد بيبو، حسام غالي، محمد فضل، استعانى بكوادر من اجيال مختلفه، نجوم كبار في تاريخ الكوره والنادي الاهلي. صحيح، وعلى نفس المنهج انا برضو كمان ابتديت اشتغل على في قطاع الاكاديميه نفس الوضع، وابتدينا نجيب مجموعه برضو من نجوم النادي الاهلي. يعني استعانى بالكابتن امير عبد الحميد موجود في الشيخ زايد، وان شاء الله في الفتره الجايه كمان هيبقى في نجوم من النادي الاهلي موجوده في القطاع، طبعا مع النجوم الموجودين طبعا على راسهم الكابتن احمد عبد الباقي طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي، وكلنا بنتعلم منه، وشخصيه محترمه جدا، وانا سعيد جدا ان احنا بنشتغل مع بعض. وكمان عندنا استعانا بالنواحي الفنيه، الكابتن احنا شايفين واحنا بنسمعك كابتن خالد، اول اجتماع الاجتماعات اللي تمت في الفتره اللي فاتت للاستعانه بالكوادر، وواضح ان في مع الاحتفاظ والابقاء على والاستفاده بالخبرات الكبيره ومنها طبعا الكابتن عبد الباقي وخبرات اخرى في النادي، لكن في اتجاه واضح في سياسات مجلس الاداره الحالي تجديد الدماء والاستعانه بكوادر شابه في النادي. صحيح، فهو ده الموجود، وفي الفتره القادمه ان شاء الله زي ما قلت لك كده هيبقى في نجوم كتيره من النادي الاهلي موجودين معانا من خلال الاكاديميه، واحنا السنه دي يعني في تواصل ما بين كبير جدا ما بين القطاع، يعني كلنا بنسلم بعد القطاع، بيسلم الاكاديميه تسلم قطاع الناشئين، وقطاع الناشئين بيسلم الفريق الاول،
فاحنا كلنا بنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا بنوسع القاعده وبنشتغل على امكانياتنا كل الامكانيات بتاعه النادي الاهلي. فاحنا بنستعين بكل الامكانيات اللي تقدر تشغلنا بشكل كويس. استعنا كمان يعني كان اختيار طبعا لجنه الكوره بالكابتن عبد النبي عاشور، واحد من المسؤولين الرياضيين الجيد جدا، بيقدر يحط البرامج للولاد الصغيرين بشكل منظم، تنظيم الملعب، الكلام ده كله احنا بنحاول ان احنا نطور بشكل كبير جدا الاكاديميه وننزل بالاعمار السنيه شويه كمان في الناس المسؤولين والاجهزه الفنيه وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا نقدر نعمل حاجه. كابتن خالد، ايه التكليفات الرئيسيه اللي تم توجيهها لك كمدير الاكاديميات من لجنه الكوره والتوصيات اللي تلقيتها بشكل لشخصي من الكابتن محمود الخطيب؟ بص انا بمنتهى الامانه يعني كل ما بقعد في اجتماع لجنه كوره بتعلم حاجات مختلفه عن خبرات عن كل حاجه مختلفه جدا. اول حاجه كل اللي بيروح في ذهن اي حد القطاع الاكاديميات بيبقى هو راح للقطاع الاستثماري، يعني وانا الاكاديميه عشان بفلوس، فالناس كلها بتبقى بتفكر انت تحقق كام. اول كلمه الكابتن خطيب قالها لي، قال لي الاكاديميه دي فني وحط ثلاث خطوط كده تحت فني. معنى كده ان هو بندور على افضل عناصر المواهب الكبيره، بندور على المواهب. انا كمان يعني بجهز لكم شويه مفاجآت في الاكاديميه، عندي شويه مواهب محترمه جدا يعني. الاعمار ايه تقريبا يا كابتن خالد؟ عندي من 4 سنين ولاد، من 4 سنين وعندي باين الفرق في انه عنده موهبه في الطريق. طبعا يعني انا عندي ولاد 7 و8 سنين والله، يعني نعمل تمرين واحد لواحد، ده اتفرج على شويه امكانيات من ولاد صغيرين، يعني حاجه محترمه جدا. فانا عندي مفاجآت بالنسبه للقطاع ان شاء الله هتبقى قريب جدا انه موجودين. وعندي ولاد من السنه اللي فاتت، طبعا بشكر طبعا الكابتن ابراهيم طبعا عبد الصمد انه عمل فتره كانت محترمه جدا في الاكاديميه، كلنا احنا بنستلم من بعض وكلنا بنسلم بعض، فهو يعني سن سنه حميده. وكان في ولاد كتير قوي من الاكاديميه في القطاع السنه دي، واحنا كمان بقى بنطور السنه دي ان احنا بقينا بنشتغل كمان مش الولاد بس، لا ده ولاد واداريين ومدربين واجهزه طبيه. فاحنا السنه دي اضفنا للقطاع 2 من ولاد الاكاديميه زي ما بيقولوا كمدربين، وبيشتغلوا دلوقتي مع ولسه بتقول لنا ان في كوادر شابه من نجوم النادي الاهلي في الفتره الجايه هتدخل مع الاكاديميه. احنا بنسلم بعض، يعني انا دلوقتي الحمد لله في تفاهم بيني وبين الكابتن فتحي بشكل محترم جدا. قطاع الناشئين ما بحتاج اي حاجه، بيلاقيني على طول سبورت معاه، وبنوصل لبعض يعني الشغل بشكل كويس جدا. عشان كده هو ده في الفتره الجايه ان شاء الله الناس هتحس بالكلام ده. طيب الشكل اللي ماشي بيه الاهتمام من مجلس الاداره الاتجاهين الاكاديميات وقطاع الناشئين، صحيح. هل نطمن على مستقبل النادي الاهلي فنيا وكرويا ان هيبدا العوده بتطوير القطاعات دي هيبقى نتائجها ايجابيه جدا على الفريق الاول مستقبلا، وهنشوف نجوم خارجين من ولاد النادي ويبقى الاعتماد عليهم كمان بدرجه بتسبق الصفقات من الخارج؟ بص يعني انت بتتكلم على اعداد كبيره جدا. انت في اي حته في الدنيا بيبقى في خطه طويله زي ما بيقولوا الاجل، وفي خطه قصيره يعني. الخطه الطويله اللي هو اللي احنا بنشتغل فيه، اللي هو القطاع الاكاديميات مع القطاع الناشئين، هو ده انت بتتكلم. انا النهارده يعني عندي فوق 6000 ولد، ف مش ممكن يكون كل وحشين يعني، اكيد فيهم مواهب كتير جدا. احنا بنزود يعني المهمه الصعبه ازاي تقدر تفرز وتشوف افضل العناصر وتنمي المواهب طبعا بقى. احنا بنحاول ندور يعني زي ما بيقولوا ايه، انت لعيب الولد في السن الصغير ده بيجي لك نقصه حاجات كتير جدا، احنا بنحاول نكمل الحاجات دي. احنا بنشوف كويس قوي، بنحاول ان احنا نبص، وانا موجود في كل الفروع على طول، وفي كل فرع في مسؤولين فنيين وفي مسؤولين اداريين، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف مجموعه العناصر. طبعا انت بتقابلك طبعا مشكله ان اولياء الامور مستعجلين جدا، يعني هو بيبقى بيحاسبك زي ما بيقولوا ايه على على على, على الدقيقه في التمرين الواحد كل يوم عايز يطمن على مستوى ابنه. احنا مشكله حاجات اللي اتقابلتني يعني فيها مشاكل، ان انت بتبقى الولد الصغير متاثر جدا بمدرب واحد، وده غلط. ما ينفعش افرض المدرب ده بلاقي ظرف من تغيب عن المكان، انتقل لمكان اخر، سافر، غير مجال عمله. فاحنا بنحاول ان انا اعود الولد من في السن ده على الشخصيه، ان هو ازاي يتعامل مع كل المدربين. انا مش ببني لعيب كوره عشان مع
اي عصره زي ما بيقولوا يقع، لا انا بحاول ان انا احط الولد في 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 سن صغير في ظروف ان هو يتعامل مع كل الناس، يتعامل مع المدرب الكبير شويه في السن، يتعامل مع المدرب الصغير في السن، يتعامل مع المدرب اللي صوته عالي، يتعامل مع المدرب الهادي جدا الهادي. يعني عايزه يتعامل مع كل الظروف المختلفه. عشان كده احنا بنعمل روتيشن في المدربين في الفتره الاولى دي كتير، عشان يعني وده جديد على الاكاديميه طبعا. احنا كان يبقى المدرب بياخد الولاد في سنه لغايه ما بيكمل معاهم، فطبعا الولاد بيجي السنه اللي وراها يخش ما يلاقيش المدرب، مش عايز ينزل تمرين ومش عارف يتعامل مع حد. هو بالنسبه له عالمه كله المدرب خلاص، وكل تعليماته بتبقى جايه من المدرب ده. فانت عشان يبقى تعلم ولد صغير من هو في السن الصغير ده ان هو بيسمع راي واحد بس هو اللي بيقوله هو ده. فاحنا دي بتقابل شويه صعوبه في تغيير صعوبه مع الناس، على ما كمان انت تشرح لولي الامر فيبتدي يقتنع، فعشان هو يقتنع ونقنع الولد ابنه فاحنا الموضوع. انا يعني انا حابب الموضوع عشان كده ما بزهقش. يعني في ناس كتير قوي بتبقى الموضوع بس الشغل في القطاعات العمريه الصغيره جدا صعبة مع جداً. الاطفال بتبقى عايزه صبر عايزه طوله بال رهيبه، وصعبه جدا ان انت كمان بتتعامل مع الولاد اللي هم الاربع وخمس سنين دول، صعب جدا ان انت تسيطر عليهم. عشان كده احنا دايما كان بيقول لك احنا بنحط لهم اثنين مدربين وساعات ثلاثه مدربين في الفتره، عشان يبقى يعني الولاد يحسوا ان هم معاهم يعني مدربين كتار فيقدروا ان هم يسيطروا على الولاد. هل ده كمان كابتن خالد له بعد فني تاثير على مستقبل الولد فنيا، انه ما يبداش يسمع ستايل واحد من التدريب صحيح. او اسلوب واحد من الخطط او التاكتكس، بالعكس بيتعود على طرق لعب مختلفه بطرق تفكير مدربين مختلفين، ده له تاثير على مستقبل؟ انا 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 ببني شخصيه، مش ببني مش الفكره ان هو الولد يجي يقضي التمرين بتاعه ويروح ويبقى الكلام اللي بيقوله المدرب لا هو هو الصح بس، لا انا ببني شخصيه ولد ان هو يتعامل مع 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 كل الاشكال. والكلام ده كله احنا دلوقتي السنه دي بنشتغل بخطه تدريبيه واحده، يعني كل الاكاديميه يعني في القاهره في اسكندريه الفروع كلها بتشتغل في برنامج تدريبي، في برنامج تدريبي لكل الولاد، وبيتغير اسبوعيا بيتغير على طول. يعني النهارده المرحله العمريه يعني سبع سنين في كل الاكاديميات في كل المدن بيتدربوا باسلوب واحد، هو تمرين واحد بيتحط لكل الولاد، كله بيشتغل نفس شكل التمرين، بس طبعا بندي كمان للمدرب يعني زي ما بيقولوا جزء من الابداع الشخصي. في مدربين طبعا مدربين كويسين جدا، انما انت في الاخر انت بتحط له شكل التمرين، احنا عايزين ايه الهدف من التمرين، في اطار عام لبرنامج العمل هو بقى يضيف له الجانب الفني الخاص بيه، بيضيف بقى طبعا حاجات صغيره، بس هو في الاخر الاطار كله البرنامج محطوط من اول سنه لغايه اخر سنه. طيب. البرنامج كله التدريب يعني. كان خالد بيبو نجم كبير جدا ولاعب موهوب هداف ولاعب عنده المهاره والدريبلينج والمراوغه والسرعه كمان في الملعب، هل شفت لاعبين بالفعل انبهرت بيهم قعدت كده تتفرج وتقول ايه ده هيبقى لعيب كبير قوي، ده لو كمل وكان مهتم بكره القدم هيبقى واحد من النجوم الكبار الموهوبين في مصر؟ بص انا يعني انا عامه دلوقتي بنزل تمرين عادي بلبس تمرين، يعني لما بيبقى صعب جدا ان انا بتلاقيني لابس جينز ونازل التمرين، يعني مرات قليله. انا في اوقات رحت الملعب خلاص شفت ولاد سبع سنين، مش عايز اقول لك كميه الحماس والمهاره اللي موجوده في الدرجه اللي انا زعت بلعب معاهم على طول المباراه وبخش معاهم في الجيب، فالولاد كمان ارتبطوا بيا قوي لما حسيت ان هو بقى عندي انا بس وهيبتدوا يبعدوا عن المدرب، فابتديت ابعد عنهم. انت يعني عايز تعمل التوازن ده، عايز اعمل التوازن، انا عايزه يبقى هو مع المدرب بتاعه، عايزه يبقى بشغله ده، ما يبقاش متاثر بيا انا بس يعني مجرد ان هم حسيت ان هم عندهم الامكانيه ان هم يبقى لعيب كويسه. انا بقول لك ان احنا ان شاء الله يعني في فتره قريبه هيبقى في مواهب كتيره جدا، لان احنا انا بكلمك احنا منتشرين في مصر كلها، وعلى طول الكابتن محمود على طول بيقول لي يعني لازم تتحرك في خطه توسع وفروع اكتر للاكاديميه في الفتره الجايه. احنا عندنا يعني عندنا خطه توسع كبيره جدا وعندنا عروض كتيره جدا، احنا بنحاول ناخدها واحده واحده، مش عايزين برضو ان احنا نروح. طب يعني لو اتكلمنا، لو حبيت تقول تصريح للمشاهدين دلوقتي عن خطه التوسع في الجزء المتبقي، يعني احنا بنختتم عام 2018، في 2019 المستهدف ايه؟ زياده عدد الفروع الاكاديميه ولا الاعلام بيها؟ يعني ايه ملامح خطه التوسع في الفتره اللي جايه؟ لا احنا اوريدي يعني احنا دايما ماشيين كده بمسطره زي ما بيقولوا، بنشوف احنا وصلنا لايه. احنا يعني الاعداد الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا، يعني احسن من بدايه السنه اللي فاتت. خطه التوسع بقى ان احنا نشتغل على الفروع، يعني الحمد لله في ثلاث فروع تقريبا خلاص ابتدينا
يعني تجهزه خلاص يعني ممكن نبدا في شغل فيهم بس طبعا دي حاجه طبعا لها هيكله اداريه ولا لجنه الكوره طبعا هي بتتكلم في الامور بعد ما بيخلص الديل كله بس احنا خلاص يعني اوريدي خلاص خلص ماشيين في اتجاه تشغيل 3 فروع جديده خلاص ان شاء الله يمكن يعني على اول الشهر الجاي وبنخطط ل3 فروع كمان ممكن الشهر اللي راه فاحنا احنا بنتكلم ان شاء الله خلال 2018 ممكن نلاقي 6 فروع جديده ان شاء الله يعني احنا شغالين بشكل كويس جدا عندنا يعني الحمد لله اسم النادي الاهلي كبير وهو ناس اسم النادي الاهلي لوحده الناس بتبقى عايزه سبب اقبال كبير لا طبعا اقبال كتير جدا واحنا انا يعني تقريبا ان انا الفتره اللي فاتت دي كلها عندي اجتماعات طول الوقت وفي تعاون بقى بيننا وما بين القطاعات كلها عشان احنا نعمل حاجه بشكل كويس جدا بنسال كويس قوي بنصبر كويس قوي مش مستعجلين ان احنا نفتح حاجه بس لما نفتح حاجه تبقى طريق باسم النادي الاهلي وعلى نفس مستوى الكيانات اللي بدات وعلى نفس المستوى طبعا احنا عايزين لما نفتح حاجه تبقى بتستمر وتبقى شغلها تحت عينينا وان شاء الله ربنا يكرم يعني دي المشكله اللي كنت اسالك عنها يا كابتن خالد دايما الزحمه والاعداد الكبيره يقال انها عدو التركيز وعدو الجوده ازاي قادرين تحققوا المعادله دي مع اعداد ضخمه جدا من المشاركين والمقبلين على الاكاديميه وكمان اهتمامات زي ما قلت لنا اولياء الامور اللي واخده مساحه من جهدكم مناقشات ومتابعه مع اولياء الامور والعائلات بص احنا مقسمين الشغل يعني وده المهم اللي احنا كنا يعني بنحاول ان احنا نعمله من بدايه السنه ان احنا نخلي الكلام كله والاسئله من اولياء الامور مع الاداريين يعني احنا زودنا اعداد الاداريين وده كانت يعني مع لجنه الكوره ان احنا لازم يبقى فيه مدربين كتير وفي لازم فيه اداريين كتير ولازم يبقى فيه نجوم من ولاد النادي الاهلي بيشتغلوا موجودين عشان يقدروا يردوا على الناس عشان الناس تقتنع يبعدوا بقى عن الشغل الفني وتركيز الاجهزه الفنيه وكان تعليماتنا ان احنا من اول الموسم ان المدربين ما تخشوش في حوارات مع المدربين لما يكون في عندك اسئله مع على الولد روح المسؤول في اداري وفي مدير اداري وفي مدير فرع يعني احنا الهيكله بتاعه الناحيه الاداريه زودناها كتير جدا عشان خاطر ما يشغلش تعملوا هيكل للتعامل حتى مع اولياء الامور يبقى التعامل مع الجهاز الفني او المدرب او المدير الفني من خلال الكيان الاداري صحيح ولو انا توقعت في اي يوم من الايام ان انا مش ممكن ان انا انزل تمرين واتسال لا لازم تبقى عارف ان ولي الامر بيبقى عنده طلبات كتير جدا مهما كنت انت بتحقق له يعني انا اقول لك مثال صغير ولد دخل الاكاديميه ف جه بعد فتره عايز يروح يعني احنا طبعا انت بعد فتره بتبتدي تفصل شويه الولاد يعني بتخلي الولاد اللي هم مش الاحسن والاوحش لا اللي هم قريبين من بعض عشان ما يعطلوش بعض في التمرين فانت بتحاول ان انت ايه تعمل التمرين 3 فترات وتحاول اللي هم شبه بعض وهيكملوا بعض تعمل لهم تصنيف للمستويات المجموعه اللي سرعتها واحده قدراتها البدنيه قدراتها الفنيه دول يبقوا تيم بس واحد او مجموعه بس عشان ما يعطلوش بعض في التمرين فانت لما خلاص هو راح في الاحسن وبعدين ايه طب راح في احسن ميزه وبعدين هو من كتر ما هو متسرع يقول لك ايه طب انا بقى بقول لك ايه انا عايز اروح متمرن مع في حد تاني خالص يعني هو عايز تغيير طول الوقت عايز يحس ان ابنه بيتقدم يعني فاهم ما هو ده اصلا مش صح لما انا لاعب ولد اصغر اكبر من في سن اكبر من سنه فطبعا في الاخر انت ما بياخدش النتيجه اللي هو عايزها هو بيبقى فاكر ان هو احسن واقوى لا ده هو لما يلعب زي ما بيقولوا في السن بتاعه هو هيبان اكتر وهيطلع لأنك ممكن أكتر. تظلمه لو لعب مع لعيبه اكبر منه ممكن يتظلم وهو لعيب كويس والا كانوا القطاع الناشئين ما بقاش كل سنه بسنه كانوا خلوها كل 3 سنين يلعبوا في عمر واحد انت في قطاع الناشئين بتلاقي 2005 و2004 2006 كل سن بيلعب لوحده عشان ما اظلمش السن انما هي المشكله اللي انت بتقابلك طبعا ان كله عايز ايه بسرعه يعني طيب هل احيانا بتشوف حاله لاعب بدنيا وفنيا وقدراته على استيعاب الجانب التكتيكي او الخططي بيخلي كابتن خالد بيبو يقول اللاعب ده لازم اوديه دلوقتي لازم يتنقل للنادي لفرقه بتمثل النادي في مرحله عمريه معينه وتبدا تخاطب النادي وتوريهم الولد ده ولا شويه الامور الامرين منفصلين عن بعض بص انا عشان ببقى عيني شايف الولد كويس وشايف القطاع كويس وبتكلم دايما مع كابتن فتحي على طول يعني انا يوميا تقريبا في 7-8 مكالمات مع كابتن فتحي وقاعد على طول بتكلم معاه فانا عيني على الولاد وشايف كويس قوي اللي هعرف ان هو لازم دلوقتي خلاص استوى ان هو يخش هنا جاهز للفريق لازم يخش هنا انت مش هنستنى لحظه وزي ما بقول لك كابتن فاتح معايا الباب اللي هتلاقيه كويس على طول
هنضمه على طول، احنا مش هنستنى. وفكره ان احنا زي ما بقولوا ان احنا ندور على الفلوس، مش هو ده على فكره، ده سؤالي التاني، مش هو ده هدفنا. كابتن الخطيب قال حسب كلامك، كرر وقال ثلاث سطور تحت كلمه فني. الاكاديميه دي البعد الفني فيها اهم حاجه، صحيح، وكمان لها بعد استثماري ومالي وبينمي موارد النادي، صحيح، بس هو مش نمره واحد. مش نمره واحد، لا خالص، نمره واحد او الرقم الاولويه القصوى للجانب الفني. النادي الاهلي يعني انا يعني لو مايلنا على حاجه هتجيب الفلوس بتاعت الاكاديميه، مش هي ان الفني ده المميز اللي بيجيب خلص الفلوس والخصم. خلاص انا لو انا طلعت ولدين ثلاثه من الاكاديميه راحوا، انا يبقى استفدت بكل الفلوس اللي بيجي لي في الاكاديميه. أكيد. فهو ده كان هدف الكابتن خطيب. طيب زياره كابتن محمود الخطيب للاكاديميه بالامس، اهم الحوارات اللي دارت وانطباعات الكابتن الخطيب والمسؤولين في النادي اللي بيتابعوا بشكل عام وبيزوروا بيعملوا زيارات ميدانيه لفروع الاكاديميه. انا عايز اقول لك حاجه بقى مفاجاه ما حدش يعرفها. الكابتن الخطيب عنده تفاصيل الاكاديميه. الكابتن الخطيب ما بيسيبش حاجه عن الاكاديميه الا ما بيعرفها. هو عنده اهتمام مش طبيعي بالاكاديميه، ان هو يبقى كل حاجه موجوده عنده، بيعرف، سايب لي مطلق الحريه في ان انا اختار الناس اللي اشتغل معايا، اسلوب الشغل، طريقه التعامل، كل الكلام ده. لكن متابع ادق التفاصيل، متابع على طول. انا يعني وانا كمان حابب ان انا ابقى يعني اتواصل مع الكابتن دايما، ويعني ملبش هو الكابتن يعني بصراحه زي ما بيقولوا الترابيزه بتاعته مفتوحه على طول الوقت، يعني عايز يسمع وبعدين ما بيسمعش ان هو خد المعلومه، لا يعني انت هو بيسمع والمعلومه ليها اضافه وانت ويناقشك فيها ويقول مقترحاته عشان توصلوا لافضل نتائج. نقاش في كل تفصيله، لانه بصراحه هو عنده اهتمام بالمكان ده كويس قوي، وعارف قيمته كويس جدا، ودايما اهتمامه ان هو احسن حاجه تروح للاكاديميه. انا متلما ما فيش طلب، انا في تفاصيل صغيره مش هينفع اقولها يعني، بس هو يعني لازم نعمل كده، ولازم الناس تبقى احسن خدمه. لا عايزين نسمع واحده بس من التفاصيل. المشاهد هيفكر في الكلام ده دلوقتي، هيقول انا عايز مثال. لا ما مش يعني مره حاجه اتفاجئت ان كابتن الخطيب عارفها عن الاكاديميه، ما كنتش تتخيل انه مركز في تفصيله زي دي. ما لا مش عايز اخش في الحاجات دي قوي، لان طب في حاجات تبقى يعني يعني خاصه بالسياسات العامه. في حاجه جوه الشغل، بس انا يعني الاهتمام، هقول حاجه صغيره كده، اهتمام بفرع مثلا الجيزه. كابتن الخطيب بنفسه هو اللي كان يعني بيسعى ان احنا نروح في مكان احسن في الجيزه، وكان في لقاء مع سياده الوزير، وبنشوف اماكن كمان ان احنا نشوف مكان احسن. وصلتوا لده من الثلاث فروع اللي بتقول انها ان شاء الله هتبدا؟ شغالين في، بص احنا شغالين اذا منتشرين في كل انحاء الجمهوريه، بنحاول ان احنا نوصل لكل مكان جوه جمهوريه مصر العربيه، وان احنا نشتغل بشكل احسن، وان احنا يبقى عندنا تطوير دايما، عندنا تطوير في البرامج التدريب. بس احنا بنطلب من الناس ان تصبرنا، تتأنى، ما تستعجلش على الولاد. طبعا انت يعني انت طول النوم طول اليوم طبعا الناس عايزه الاحسن، والطموح بتاع الناس ده حق مشروع على فكره، واحنا يعني ما عندناش اي غضاضه ان احنا نسمع الناس ونتكلم في اي تفاصيل. بس هي الفكره ان ساعات اولياء الامور بيوجهوا الاولاد غلط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان جت في فتره، وهتلاقي كل اكاديميات مصر شغاله على حاجه اسمها البرايفت. البرايفت ده بتلاقي الولد بيبقى شغال، انا مش عايز اطول عليك، لا بس دي حاجه لازم كمان يبقى الناس تفهمها كويس قوي، اولياء الامور بشكل كويس، لان كل المراحل السنيه ليها شغل معين. ما ينفعش ان انا الولد اللي هو عنده 8 و9 سنين امرنه بشكل مختلف، يعني اوديله شغل بتاع كل مرحله، كل سن وله التدريبات المناسبه له. عشان كده الناس بتفوجئ. انا بصراحه لما حطيت ايدي شويه في قطاع الاكاديميات وقطاع الناشئين، عرفت هو ليه احنا عندنا في مصر كل شويه في سن 16 17 سنه ما بيلاقيش لعيب، لان الشغل تحت غلط، ما تاسسوش كويس، لا شغل غلط، الناس مستعجله، اولياء الامور عمالين يضغطوا على الولاد انت احسن من كده، وياخد الولد بعد التمرين يمرنه مع مرات اضافيه، بيمرنه حاجه تانية خالص، فبيبوظ عضلات الولد، فبيجي الولد عند سن معين خلاص مش قادر، اتحرق، ما هو عمال يشتغل في حاجات او الضغط عليه طول الوقت بشكل مبالغ فيه خلاه يبدا يعني عايز يبعد عن المجال، مش قادر
قادر يكمل واتحرق هو عضلاته كمان خلاص باظت لان هو عمال كمان بيلعبوا كوره وبيتمرن مثلا 6 ايام في الاسبوع كوره وخمس ايام سباحه وسبع ايام جمباز وخمس ايام العاب كوره فتبص تلاقي الولد في اليوم بيتمرن 5-6 علميا الكلام ده غلط علميا غلط فاحنا بنحاول نوصل للناس يا جماعه ما تضغطش على الولد هيجي سنه الطبيعي ويشتغل كل الحاجات اللي هو عايزها انما هو في السن ده لازم يستمتع بسنه بتحاولوا دلوقتي تصححوا ثقافه الناس عن الموضوع ده ان هو يركز على لعبه واحده بس بشكل علمي وسليم بس وبعدين ما تضغطش على الولد بصفه مستمره انت احسن من كده وانت مظلوم بص حاجتين هما سبب انا من اسباب يعني عدم استمرار اي لاعب او انه ما يكملش ويوصل للفرستين الضغط على الولد في السن الصغير بان انا يعني هو كده يعني هتعمل اللي احنا هو ده هو ده ضغط بيخلي الولد كمان ان هو خلاص هو ما بقاش حابب التمرين ما بقاش هو حاسس انه مكره على التمرين ولا واحساسك ان انت دايما موصل له كولي امر ان انت مظلوم طول الوقت يعني ابني مظلوم طول الوقت فانت اديته كمان ايه يعني ايه انا ابني مظلوم وانا الولد بقى عايش في الحساب الحاجه الثانيه البرايفت شغل بتاع البرايفت اللي هم يعني يبقى الولد في التمرين ويقنعه المدرب ان ابنك ناقص شغل طب ناقص شغل على ناقص شغل لا هو عايز الـ يعني مكسب البرايفت خلاص انت مشكله انت بتتعامل مع مجموعه من يعني مدربين كلهم مش مؤهلين يعني مش كلهم مؤهلين في ناس مؤهله وناس في ناس مؤهله في ناس انا عندي ناس في الاكاديميه بصراحه حاجه تفرح وفي اكاديميات كتير جدا في مصر في بتاعنا جايين في مدربين كويسين جدا انما انت بتفوجئ في ناس ما عندهاش يعني خبر على الموضوع ولا فكره بيقنعوا مش مؤهلين علميا للمهمه خالص خالص بيقنعوا اولياء الامور ان ابنك لازم يشتغل الشغل ده فتبص تلاقي ايه ماسك الولد 3-4 دورات عمال يلف بيه واولياء الامر عمال يدفع في فلوس وكل الكلام وده غلط بيحمل على الولد بيحمل على الولد غلط نفسيا وبدنيا وبعدين في الاخر الولد ما بيستفدش اي حاجه ما بيكملش بيشتغل شغل هو ما يستحقوش كابتن خالد احنا عندنا في الوقت المتبقي لسه في محاور كتير عايزين نتكلم عنها عن مشوارك مع النادي الاهلي تاريخك مع النادي الاهلي كلاعب ونجم في النادي الاهلي ومنتخب مصر حاجات كتير قوي بتقولها للاجيال الجديده من نجوم الكوره والمناخ شايفه ازاي دلوقتي بس قبل ما نتوقف مع التقرير هسالك سؤال اخير يهم طبعا كل المحبين والمتابعين لاكاديميات الاهلي اسم النادي الاهلي له شهره دوليه مش محليه بس هل في خطه توسع قادمه وفي رؤيه لفروع في الفتره اللي جايه في الدول العربيه في القاره الافريقيه احنا عندنا اوريدي خلاص يعني عندنا فرع في الكويت وده شغال وعندنا فرع خلاص العقد بتاعه مضى في الامارات وخلاص ده في خطه للتوسع في الفروع الدوليه احنا شغالين على كل المستويات بصراحه يعني بمنتهى الامانه احنا بنحاول ان احنا يعني ندور على كل الامكانيات اللي نقدر نساعدها ونشغلها في الفتره الجايه عشان نعمل حاجه محترمه وحاجه تستاهل لان اسم النادي الاهلي كبير وكلنا اتعلمنا فيه فمن حق الاجيال اللي جايه الصغيرين دول يستمتعوا باسم النادي الاهلي فاحنا بنديهم فرصه وهم بيدونا فرصه ان احنا في الاخر نشتغل باسم النادي الاهلي ونطلع مواهب كتير اخر كلمه قبل ما نخرج من الموضوع ده انا بقول للاولياء الامور احنا اللي بندور على الموهبه مش انت اللي بتدور على النادي يا جماعه لازم نفهم الكلام ده لو الامور دي اتصححت والدنيا هديت ويبقى ولي الامر عارف ان انا اللي بدور على ابنه على فكره انا لو ابنك متميز وموهوب احنا اللي هندعمه احنا اللي بدور عليه انا اللي بدور عليه انا اللي عايز الموهبه انا اللي عايز الولد احنا اللي هنساعده انه مستواه يتطور طالما انما يا جماعه مش انت اللي بتدور على ابنك يروح هناك فاهدأوا قليلا اهدى يعني خد وقته اهدى يعني ولي الامر اهدى اهدى ما تستعجلش على ابنك ان هو يروح مرحله مش بتاعته لان ده احيانا بيجيب رد فعل مرحله مش بتاعته سيب الدنيا ماشيه بشكل كويس جدا سيب الدنيا هاديه سيب الولد يستمتع بالمرحله السنيه بتاعته سيب الولد يتعلم هي العمليه المشكله ان اولياء الامور يعني ضاغطين بعض بشكل كبير جدا واضح ان دي شكوى عندكم فعلا لان واضح انك بتتكلم عنها بحماس ضاغطين سيبوا الولد يستمتع سيبوا الولد يتمرن سيبوا الولد يستفاد واحنا اللي بندور على الولد مش انت اللي بتدور عشان على عشان كمان الولاد يستمتعوا بالتجربه فيحبوها ويكملوا بس كابتن خالد موفقين في مهمتكم هنتابع معاكم مع مشاهدينا هذا التقرير تقرير بنسمع من خلاله راي بعض الجماهير في نجم كره القدم والنادي الاهلي الكابتن خالد بيبو ونعود لاستكمال الحوار كان ماتش 6-1 اللي هو جاب فيه سوبر هاتريك وخالد بيبو من اللعيبه
له ستايل معين، ستايل خاص، سرعه، لياقه، حرفنه، لاعب متميز في كل شيء. راجل كان سبب يعني زعل زملكاويه كتير، بس هو بصراحه كاخلاق وكلاعب بصراحه لاعب كبير يعني. اول ماتش بصراحه اللي هو الماتش اللي غلب الزمالك فيه 6-1، فكان ماتش كويس، أدى بروح رياضيه محترمه وكان اخلاقه عاليه وأدى فيه كويس يعني. خالد بيبو من الشخصيات الجميله قوي، وطبعا كلنا فاكرين طبعا ماتش 6-1 ده ما يتنسيش، بيبو وبشير يعني ده عمل افلام ومسلسلات يعني. بس هو حاجه بس الوحيده اللي زعلان عليها قوي من خالد بيبو ان هو بطل بدري، من ساعتها الاهلي ما جابش 6-1 في الزمالك. واحد لواحد، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وجول، بيبو وبشير، بيبو وجول، بيبو وبشير، بيبو وجول. اذا ذكر خالد بيبو ذكر بيبو وبشير 6-1 على طول. فخالد بيبو بصراحة من الكباتن المحترمين والمؤدبين والمهذبين جدا بصراحة. فينك يا كابتن خالد؟ عايزينك ترجع تاني كده في وسط الأهلي زي زمان يعني، ونشوفه في الملاعب برضه يعني، مش بس في التلفزيون، عايزين نشوفه برضه في الملاعب مع الفرقة يعني، يدعمهم ويشجعهم المواهب الصغيرة، الفرق اللي بادية الناشئة. كنت بستمتع بأدائه، هو من أحسن اللاعبين اللي لعبوا في النادي الأهلي. كابتن خالد بيبو، هنتكلم عن مشوارك ونجاحات كبيرة ساهمت مع زملائك في تحقيقها في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، لكن قبل ده لازم نسألك عن رأيك، وكنت معانا وشاركت معانا فترات كبيرة من العمل المتميز والتغطيات اللي قدمت على مدار 10 سنوات، وإحنا بنحتفل النهاردة بالذكرى العشرة لانطلاق قناة الأهلي، تقول عنها إيه؟ طبعا قناة النادي الأهلي دي ده بيتنا، النادي الأهلي ده كله بيتنا، أي حاجة تحت اسم النادي الأهلي ده هتفضل كبير يعني. ده موضوع مفروغ منه. انا جات لي فتره طبعا اشتغلت في قناه النادي الاهلي وكنت مستمتع جدا بوجودي جوه المنظومه بتاع نفكرك بيها بسرعه طبعا. من تجربتك في قناه الاهلي بلاش من ابو انا في اليابان. خالد بيبو مش بس لعيبه النادي الاهلي، لا كل لعيبه بص على شاشه قناه النادي الاهلي في اليابان. تقول ايه عن الفترة دي، وهل كنت سعيد بتجربتك في الفترة دي؟ يعني اكيد كنت من العناصر اللي ساعدنا بانضمامها للقناة في فترة من الفترات، فاكر شغلك في القناة والفترة دي ازاي؟ ده فترة كانت بالنسبة لي مميزة جدا، وطبعا كنت مع النادي الاهلي في اليابان، وكانت لسه كنت لسه ببدا حياتي يعني في الناحية الاعلامية، وكانت بالنسبة لي فرصة كانت محترمة جدا. هي كانت صعبة طبعا بالنسبة لي لأن أنا ما كنتش اشتغلت الموضوع ده قبل كده، بس يعني الحمد لله طبعا القوة بتاعت النادي الأهلي ومساعدة زمايلي قدرت إن احنا يعني نعمل حاجة كويسة ونغطي تغطية كويسة قوي للأهلي في اليابان، وقربي طبعا من اللعيبة كنت بعرف أتكلم معاهم، فكان الموضوع بالنسبة لي مش موضوع حوار، كان تلقائي بدرجة كبيرة، أنكم أصدقاء وكنتوا زملاء في الملعب طبعا. ومش مش مش ممكن أنسى طبعا الفترة دي طبعا مستر مانو جوزيه طبعا طلع اتكلم عني كويس قوي في المؤتمر الصحفي، فبالنسبة لي التجربة كلها كانت مميزة، كانت حلوة جدا، وأول مرة يعني أبقى بعيد عن الملعب وقريب في نفس الوقت، يعني أنا مش قادر أنزل أتمرن بس شايف الملعب، بس جوه كواليس الكورة ومع اللعيبة وعايش الأجواء. أمتع حاجة في الحياة إن أنت تبقى موجود جوه الملعب يعني، دي متعة ما تبعدش عن الفريق، بص دي متعة يعني. أنا بقول اللي بيلعب دلوقتي ما تضيعش حياتك كلها في المهاترات بعيد إن أنت تبقى في الملعب، كل حاجة هتيجي، كل حاجة ركز في وجودك جوه الملعب، في دي أكبر متعة في تاريخ لعيب الكورة. اللحظة اللي رجليك هتخرج بره الملعب دي مش هتقدر تعوضها يعني، ممكن تعمل أي حاجة إلا اللي أنت تستمتع بكرة القدم، فدي كونك اللي أنت أنا آسف يعني تروح اوضه اللبس وتغير هدومك وتنزل واستقبال الجماهير وتجيب جون في الماتش والناس تبقى انت حابب مقابلتك مع الناس والناس حابه مقابلتك معاهم واحساسك ان انت جوه الملعب وبتعمل احسن حاجه في انا دي كره القدم احسن حاجه في حياتي. طيب انا هرجع لموضوع القناه بعد شويه لانك نقلتنا لمشوارك، اتعاقدت مع النادي الاهلي، اتعاقد معاك النادي الاهلي وانت نجم واسمك اعلاميا في الوسط الرياضي المصري معروف، وكان في سباق بين عدد من الانديه للتعاقد معاك، وكنت قبلها متالق مع النادي الاسماعيلي، لكن كل الناس بتقول خالد بيبو بلغه كره القدم كسر الدنيا وهو في الاهلي.
هل كملت وشفت انك قدمت كل ما عندك؟ لان في ناس قالوا اعتزل بدري كان يقدر يكمل فتره اطول، ناس قالوا اكتفى خلاص حقق النجوميه اللي هو عايزها وابتعد عن الملاعب وكان يقدر يستمر شويه، ايه الحقيقه في ده كله؟ والله بص انا يعني هربط الكلام بالكلام اللي انا يعني اللي انا كنت بقوله في اول حوار، ودايما انا بقول لك ايه، وانت ما بتلعب كوره انت بتمر بتجارب كتير جدا، فبتحاول انت تنقل التجارب دي للناس اللي بعدك. عشان كده احنا بنقول للواد صغير يعني احنا ما تاسسناش كويس، يعني متلامنا احنا ما اتمرناش واحنا صغيرين كويس، يعني ما خدناش الجرعات التدريبيه المظبوطه، يعني كانت الامور بالنسبه لنا برضو يعني ما فيهاش الاستعداد القوي ان انت تبقى لعيب نجم او ان انت تبقى لعيب، فبقى الضغط عليك عضليا وبدنيا في مشكله خلاص اللعب في النادي ده. انت يعني زي ما بيقولوا كده زيدان قالها، واحنا كلنا كل اللعيبه اللي في دماغك جسمك مش قادر ينفذه. يعني انا لعيب سرعات، فلو ما بحب المساحات في الملعب فلو ما قدرتش ان انا اخلق لنفسي مساحات واقدر بدنيا ان انا اقدر اشتغل على السرعه دي، فانت بتخسر جزء كبير جدا من تميزك كلاعب، من تميزك وتحويلك لمكان تاني جوه الملعب. يعني خلاص انت تبعد من المكان اللي انت تقدر تشتغل فيه وتدي امكانياتك وتروح في مكان تاني زي ما بيقولوا تخبي امكانياتك فيه، فده طبعا بيقلل من شغلك كتير جدا، وبيقلل من اسهمك، وبيقلل من نجوميتك طبعا، وبيقلل كمان من تعامل المدرب معاك، لان هو المدربين لما بيجي بياخدك عشان هو عارف خالد بيبو بيشتغل ازاي، بياخد ابو تريكه عشان عارف ابو تريكه بيشتغل ازاي، بياخد بركات عشان اعاده توظيفه في اماكن جوه. انا هقولها لك بصراحه، سمعت السبب اللي كان الناس بتقوله ليه خالد بيبو يعني ما استمرش واعتزل، دايما كانوا بيقولوا ده اجتهادات الناس بقى، مش عارف ده له مصدر الكلام ده خرج منك ولا لا. قالوا بعد مباراه 6-1 مباراه تاريخيه والشكل غير المسبوق، يعني قدمت كل ما يمكن ان يقدمه لاعب كره في المباراه، الناس قالوا بعدها تم تجديد عقد خالد بيبو، حقق نجوميه كبيره جدا جماهيريه واعلاميه وادبيه وماديه بتعاقده الجديد، ثم اكتفى، لم يعد لديه الحافز، وانه خلاص فقد الحافز بعد المرحله دي. هل ده اجتهاد من ناس مش عادل ومش منصف، ولا ده كان جزء من الحقيقه ان انا حسيت اني حققت كل اللي انا عايزه كلاعب؟ لا والله كلامنا مش صحيح. ليه؟ اقول لك انا حاجه، خلينا نقيس نرجع شويه بالزمن بس عشان الناس بتنسى. بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل احنا كنا بعد ماتش الاهلي والزمالك كان نهايه موسم، بدانا الموسم يعني كنا خلاص، كان فاضل بعدها لعبنا الاهلي والاسماعيلي، وبعدين لعبنا المحله، وبعدين انا بعدها عايز على ما اتذكر كده كان كاس الكاس وجبت هدف في النادي الاسماعيلي. فانت لا يعني ما يعني كنت الدنيا ماشيه لغايه اما جالي قطع في الرباط الداخلي، او دي اول اصابه كانت كبيره بالنسبه لي، وكانت بدايه في بدايه الموسم اللي ورا موسم اللي هو الاهلي والزمالك، وكانت اصابه كانت صعبه جدا، وحصل لي تيبس في الركبه وقعدت فتره طويله جدا، فعلى ما خفيت فابتديت بقى في فتره بقى الاصابات في الدخل. خلينا نعترف يعني انا ما بعرفش اخبي حاجه، في دخلت بقى طبعا ابو تريكه، في دخلت بدات المنافسه تشتد في مركزك وانت مش جاهز 100%، وانا ومش عارف اجهز، لان انت جه بقى مستر مارجو زيو وعايز اللعيبه اللي موجوده اللي جاهزين على طول، ما فيش حد بقى صابر عليك يديك، لانه طموحه كبير جدا، طموحه كبير، فعايز اللعيب الجاهز 100%، وانا عمال ارجع من اصابه وعمال استعجل في نفسي وترجع تلاقي نفسك ده مأثر عليك، عليا وعامه هرجع لك بقى من الاول خالص، لما يعني انت كنت بتشتغل بكامل طاقتك قبل ما تتعور، بعد ما تتعور بقى وترجع تلاقي بقى الخلفيه اثرت شويه. ما رجعتش طول فتره العلاج دي للمستوى اللي وصلت له، اللي هو قمه بقى مستوى خالد بيبو، الجمهور دايما بيقول كابتن خالد بيبو تالقه اعلى شكل شفنا له انتاج له كلاعب كان في نهائي البطوله الافريقيه وكاس السوبر الافريقي ومباراه السته. هل في يوم من الايام حسيت في مرحله العلاج انك رجعت للمستوى ده تاني، ولا عمرك ما قدرت؟ لا رجعت ليه، بس انت رجعت الاول يعني كان زي ما بيقولوا كان ليك مهام وشغل جوه الملعب، وبعدين لما حصل اللخبطه وبعدت في ناس خدت مكانك، الدخول مره ثانيه في المكان ده بتبقى صعب، بقى صعب جدا ان انت تاخد بنفس القوه وزي ما بيقولوا ونفس المهام. يعني طريقه لعب اتغيرت، وشغل اتغير، وناس خلاص بقت راكبه على المكان، بدات تتثبت نجوم خلاص، اتثبتوا على المكان ده وطريقه اللعب دي، فالامور بقت دخولك عليهم او مشاركتك كانت على فترات بقى. وهي هي هي صوره الحياه، فانت كنت يعني عمال تبعد، وبعد قد ايه تناقش نفسك في الموضوع ده، اعتزل ولا لا قعدت هرجع مش هرجع؟ قعدت احاول طبعا كتير، يعني كتير حوالي بتخش يعني. لا بس انا ما كنتش بعيد بقى قوي طبعا، بس عمال بخش واخرج واقرب، وبعدين انا بقول لك بقى
ضعف العضلات ده هو اللي خلاني ما قدرتش قوي. انت حسيت انك بدنيا مش قادر ترجع زي ده؟ عضلاتك مش قادره يعني بعد كميه الاصابات بقى، وبعدين دخلت بقى في مشاكل في ظهري ومع ركبتي مع العضلات مش قادر تعمل اذا فول سبرنت بتاعك يعني. فبقيت حسيت ان انت بعيد، مع كمان ان زحمه اللعيبه مع زحمه البطولات مع التنافس انت بتخش، بس طبعا ايه خلاص انت نزلت من الكورس. عموما هي دي سنه الحياه. خالد بيبو موجود في ذاكره الاهلاويه، له مكانته، له محبته، اهدافه، مبارياته، لمساته الفنيه، سرعته صحيح. في الملعب، كل دي حاجات الجمهور عمره ما بينساها كابتن خالد صحيح. واكيد ده كله محبه من الناس اللي كانت بتقول ان كنا نتمنى تكمل في الملعب فتره اطول من كده. طبعا 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 حب الناس وتقديرهم لموهبه. بص انت بعد ما بتبطل بتعرف انت ازاي عزيز على الناس، يعني بتعرف يعني وانت بتلعب انت يعني الناس كلها بتشجعك، يعني طبيعي انت بتلعب في نادي الاهلي وخلي بالك الناس بتشجعك عشان انت بتعرف النادي الاهلي، لازم الناس بس تبقى فاهمه الكلام ده، لان الكلام ده يعني الناس بتنساه. الناس بتحبك عشان انت بتلعب جوه النادي الاهلي، ارتبطت باسم النادي الاهلي بقيت جزء منه. لا يعني عشان انت شايل التيشيرت بتاع النادي الاهلي والعلامه بتاعت النادي الاهلي يعني، وكلنا بنزيد 50%. لقيت المكانه دي والمحبه دي عند الناس حتى بعد اعتزالك، بتزيد 50% وانت بتلعب جوه النادي الاهلي واسمك بيرتبط في النادي الاهلي، انت في 50% زياده انت مش بتوعك يعني، انت دول ما بتتعبش فيهم، انك جزء من الكيان ده بس. طبعا دخلت جوه المنظومه فتلاقي نفسك انت زايد، فانت بتعمل بقى الجزء الثاني. نعم. في ناس بقى بتبقى 60 70 متكمل 100% على حسب انت ومجهودك يعني. هننتقل اكتر من تقرير نعلق عليهم معاك سريعا يا كابتن خالد، ونتابع هذا التقرير اراء مجموعه من النقاد والصحفيين مرور 10 سنوات على انطلاق قناه الاهلي. اولا بقول مبروك ومزيد من التقدم والتالق، ودي تجربة رائدة الحقيقة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، سبقت بها الكثيرين، وأنا كان لي الشرف أن أنا كنت ضيف في برامج كثيرة الحقيقة في قناة النادي الأهلي، وطبعا فيها قدر كبير جدا الحقيقة من الموضوعية، ويعني عدم التعصب أو نبذ التعصب، وده شيء الحقيقة اللي أنا يعني بتمناه وبرجوه في كل وسائل الإعلام، أن لما تبقى بتقدم خدمة إعلامية تقدمها من منظور خدمة المشاهد وخدمة المستمع وخدمة القارئ، أنه يشعر بالمصداقية من خلال هذه الوسيلة، سواء بتمثل نادي أو بتمثل دولة. فأنا بعتبر أنه 10 سنين يعني نجاح أو من نجاح إلى نجاح الحقيقة، وبنتظر منها الكثير يعني الحقيقة، رغم أن أنا بتابع فيها برامج كثيرة لزملاء أعزاء، لأن أنا شايف برضو أنه ممكن يكون في المرحلة اللي جاية مع الزميل العزيز الأستاذ خالد توحيد وهو بيقود هذه المنظومة لمزيد من الأفكار، ما خصوصا مع عودة ناس الحقيقة كانوا لهم بصمة رجعوا يمارسوا دورهم في تقديم البرامج في القناة من جديد. كل سنة وكل أهلاوي وكل عضو في النادي الأهلي وكل إعلامي يشتغل في قناة النادي الأهلي بقول له كل سنة طيب، كل سنة ومجلس الإدارة صاحب القرار اللي كان من قبل 10 سنوات كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب ومجموعة مجلس الإدارة اللي كانت معهم اللي كانوا أصحاب المبادرة والقرار. شرفت على قصة الكواليس، شرفت بأن أنا كنت حاضر المؤتمر الصحفي اللي أعلن فيه عن بدء تأسيس قناة تحمل اسم النادي الأهلي، وشرفت أن أنا تكلمت في هذا المؤتمر الصحفي، وكان الكابتن محمود الخطيب وقتها نائب رئيس النادي هو المسؤول عن المؤتمر الصحفي هو اللي بيتكلم فيه، وقلت له أنا بحيي مجلس الإدارة اللي اتخذ هذا القرار ليبقي ويضمن للنادي الأهلي ريادته، ليس فقط كزعيم القارة الإفريقية ونادي القرن في إفريقيا، ولكن على مستوى العربي أيضا، أنه يكون أول نادي صاحب قناة رياضية خاصة به في الوطن العربي. كان نادي الهلال عشان برضو التوثيق والتاريخ محدش يعتب علينا أو يلومنا، كان نادي الهلال عمل قناة وحجز تردد، بس كانت قناة عاملة زي قنوات الانترنت اللي هي اللي بعد كده طلعت اللي هي أخبار بس وبتاع كده، لكن ما فيش أي صورة حية، ما فيش أي حدث بينقل على الشاشة، وبالتالي احتفظ النادي الأهلي أو يعني شاءت إرادة الله عز وجل أن تمنح النادي الأهلي ما يستحقه من أولوية البدء ويكون له قصب السبق في كل المحافل. طبعا هو قناة النادي الأهلي كانت الإطلالة الأولى لها في أغسطس 2008، ويمكن كانت البداية، كان الأهلي مقبل على شاهد يعني على الأهلي كان مقبل على نهائي أفريقيا مع القطن الكاميروني في جاروة في الكاميرون، وقتها النادي فاز بدوري أبطال أفريقيا. قناة النادي الأهلي
كان يعني لها إطلالة مميزة بأمانة، وعملت خطوة كويسة في يعني علاقة الأندية ومحاولة يعني لها صوت وصورة ولها شاشة موجودة تدافع عن وجهة نظرها. وجهة نظر أنه كانت منطقية، ما فيهاش يعني مرحلة من مراحل التجاوز أو دعوة للعصبية أو للعنصرية في 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 مجمل. قناة النادي الأهلي تستحق أنها تبقى في مكانها أفضل من كده بأمانة شديدة. ولسه مع حضراتكم مع كابتن خالد بيبو ومن مجموعة من الصحفيين إلى مجموعة من نجوم الكرة العربية، نتلقى مزيد من التهنئة بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق قناة الأهلي. مبارك لقناة الأهلي في عيدها 10، ونتمنى لكم مزيدا من التقدم والتوفيق. طبعا هي قناة رائدة لها دور كبير في الحياة الرياضية وبالذات في النادي الأهلي، وبهذه المناسبة نهنئ طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي المصري الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة ولجماهير النادي الأهلي الكبيرة. دائما النادي الأهلي هو يعتبر أحد أعمدة الرياضة في الوطن العربي وكذلك على مستوى القارة الأفريقية، لما حققه هذا النادي من إنجازات كبيرة على مستوى الأفريقي وعلى مستوى كذلك البطولات المصرية والعربية. وأعتقد النادي الأهلي داعم كبير للرياضة المصرية من خلال تواجد كثير من اللاعبين مو فقط في كرة القدم إنما في جميع اللعبات، ويعتبر هو النادي اللي يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في دولة في جمهورية مصر العربية. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى كذلك مزيد من التقدم لهذه القناة الكبيرة الرائدة، وتتحفنا في توعية كذلك الأجيال الرياضية لأنها لها دور كبير، وخاصة لما يكون مستمعينها على مستوى الوطن العربي. بمناسبة مرور 10 سنوات على انبعاث قناة الأهلي، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق في السنوات المقبلة، وشكر خاص على التغطية الإعلامية الكبيرة والإضافة التي قدمتوها في المشهد الإعلامي المصري والعربي، وخاصة في تقريب الجماهير الأهلوية العريقة اللي موجودة في كل أنحاء العالم من ناديها. مسك مع نجمنا الكابتن خالد بيبو مرة تانية، بنتمنى لك التوفيق في مهمتك وكل القائمين على شؤون وأمور أكاديميات النادي الأهلي تحقق العائد المرجو منها وأفضل إن شاء الله. عايزين نختتم الحوار ده بتطلعاتك وأمنياتك لقناة الأهلي، وإيه اللي بتتمنى تشوف قناة الأهلي في فترة الجاية؟ والله شوف، أنا إحنا دلوقتي قاعدين، عرضت لي حاجة مثلا من 10 سنين يعني، فأي حاجة بتعملها جوة قناة النادي الأهلي فهي محفورة في قلوب الأهلاوي، فاعمل احسن حاجه عشان تخرج احسن حاجه دايما للناس اللي بتحب النادي الاهلي وبتحب تستمتع بالنادي الاهلي. قناه النادي الاهلي دي يعني رقم واحد هو لكل اهلاوي، فلازم تبقى عارف ومركز قوي في اللي انت بتقوله واللي انت بتخرجه من قلبك للناس، لان هو بيوصل لقلوب جماهير النادي الاهلي وهيفضل محفور جوه قلوب النادي الاهلي طول العمر. انا سعيد جدا ان انا كنت معاك النهارده، ربنا يخليك، ومستمتع جدا بالحوار وخليتني اتكلم في حاجات يعني انا يعني كان نفسي اتكلم فيها، بس المحاور برضه طبعا بيبقى لي دور كبير جدا، البركه في الواحد يطلع اللي جواه يعني. اللي بنسعد بيهم دايما يا كابتن خالد، منورتنا وسعداء بيك، ودايما نسعد بوجودك معنا على شاشه قناه الاهلي. ربنا يخليك. مشاهدينا، بشكر نجمنا الكابتن خالد بيبو مدير الاكاديميات في النادي الاهلي، وبنختتم الحديث عن احتفالنا اليوم بمرور بالذكرى 10 ومرور 10 سنوات على انطلاق قناه الاهلي بتقرير اخير هنتابع من خلاله كلمه وتهنئه من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي موجهه الى قناه الاهلي ومشاهدي القناه. ومن هذا التقرير بنختتم الحلقه مع حضراتكم بالفقره الخاصه بكره القدم والرياضه العالمية مع زميلنا الشاب المتميز جدا عمر ربيع ياسين، هيكون هو معاكم ومصاحب لكم في الجزء المتبقي من هذه الحلقة. بشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء. أحب أقول لقناة النادي الأهلي يعني مرور 10 سنين كل سنة وهي طيبة. قناة النادي الأهلي طبعا أول قناة رياضية للنادي الأهلي أو للأندية على مستوى الدول العربية وعلى مستوى أفريقيا. النادي الأهلي دايما سباق،
قناة النادي الأهلي كانت في عهد مجلس كابتن حسن حمدي، وده متهيألي يعني أعظم مجلس إنجازات حصلت في تاريخ النادي الأهلي خلال الفترة السابقة. ويمكن دايما النادي الأهلي رائد وسباق في دايما في كل حاجة بيعملها. قناة النادي الأهلي طبعا أول قناة يوم 6/8/2008 تم افتتاح قناة النادي الأهلي، وأول شركة إنتاج إعلامي في الوسط الرياضي اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، اللي لسه قانون الرياضه معمول 2014 وبنتكلم في الاستثمار، فالنادي الاهلي برده كان هو الرائد دايما. فبقول النادي الاهلي طبعا كل سنه طيبه ودايما في تالق، ودايما انت الممبر بتاعنا الاعلامي اللي بيتكلم بصوت النادي الاهلي، اللي بيتكلم بحياديه للنادي الاهلي، اللي بيدافع عن النادي الاهلي بشكل موضوعي وبشكل جيد. فاتمنى لها دايما التوفيق ان شاء الله وطاقم العاملين اللي فيها كلها، وانا ببقى سعيد جدا وفخور ان انا بنتمي النادي الاهلي وبطلع في قناه النادي الاهلي، فربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. اتمنى لقناه النادي الاهلي اللي هي دايما تبقى عند حسن ظن جماهيرها، اتمنى لقناه النادي الاهلي التطوير اللي بيحصل دلوقتي في عهد مجلس كابتن محمود الخطيب، اللي هو اللي انا شايفه واللي بسمع عنه واللي انا متابعه جيدا، اتمنى اللي يكون هو ده التطوير اللي بيحقق طموح جماهير النادي الاهلي، بيحقق طموح عائله النادي الاهلي، بيحقق طموح كل الاهلاويه اللي موجودين ان شاء الله باذن الله. دايما يعني مش عايزين غير حاجه واحده، بنفتخر بالنادي الاهلي، بنفتخر بقناه النادي الاهلي، واحنا دايما عايزين قناه الاهلي دايما تبقى هي المنبر الاعلامي اللي بيوصل صوت النادي الاهلي الحقيقي دون اشاعات، بيوصل صوت النادي الاهلي الحقيقي بحياديه لجمهوره، بيوصل المعلومه اللي بجد، بيوصل المعلومه اللي مجلس الاداره فعلا بيتخذها والاداره التنفيذيه بتتخذها دون اي تحوير في الكلام او تحريف للكلمات اللي موجوده. فدايما انا بقول لجماهير النادي الاهلي استنبط معلومتك دايما من الحاجه الرسميه الخاصه بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي المنبر الاعلامي الرسمي ليه قناه الاهلي والموقع الرسمي للنادي الاهلي والمركز الاعلامي، ما دون ذلك احنا ليس لنا علاقه بالا هذا الخط الشرعي اللي احنا محددينه لينا وبنتكلم فيه دايما بمنتهى الصراحه، بنتكلم فيه دايما بمنتهى الشفافيه، ما بنخبيش حاجه على حد، هي الحاجه الوحيده اللي احنا بنطلع نقول كل اللي احنا عايزينه في الوقت المناسب وبنعبر فيه عن راينا في الوقت المناسب، هي قناه الاهلي والموقع الرسمي النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد على قناه النادي الاهلي، كل سنه وقناه الاهلي بخير وسعاده، 10 سنين من التميز والانفرادات، وان شاء الله مكملين مع حضراتكم. اهلا بكم في الفقره العالميه في ختام حلقه اليوم من الاهلي الليله، نستعرض معاكم اخر الاخبار اللي موجوده في الساحه العالميه، والجزء الثاني هستقبل ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ هيثم نبيل مدير تحرير موقع يلا كوره علشان نتكلم معاه بالتفاصيل على اخر المستجدات اللي موجوده في الساحه الرياضيه. امبارح لقاء السوبر الانجليزي امام فريق تشيلسي، والمباراه اكيد كانت بتشهد غياب الدوليين، بتشهد اهم اللاعبين المميزين اللي موجودين سواء في تشيلسي او في مانشستر سيتي. بنتكلم على سبيل المثال ايدن هازارد ما كانش موجود، كورتوا ما كانش موجود، بنتكلم على كيفن دي بروين ما كانش موجود، لكن الحضور واللاعبين اللي كانوا موجودين كانوا يعني مميزين جدا في اثبات وجودهم. كون اجويرو لاعب المنتخب الارجنتيني اللي ما وافقش مع منتخب بلاده في كاس العالم بيتالق وبيحرز هدفين، المباراه انتهت ب 2-0، نجح انه يحقق الهدف رقم 200 في مسيرته مع مانشستر سيتي. لكن قبل ما اتكلم معكم في تفاصيل اكتر، تعالوا نروح ونشوف ازاي مانشستر سيتي كسب فريق تشيلسي في السوبر الانجليزي واحتفال الفريق بالدرع الخيري، ونرجع نكمل معها. جوارديولا بيبدا اول موسم ليه مع مانشستر سيتي الموسم الجديد باول بطوله ليه هي السوبر الانجليزي امام خصم قوي ومدير فني جديد ماوريسيو ساري اللي تولى تدريب فريق تشيلسي بعد ما قاد فريق نابولي الى مواسم عديده وتالق في الدوري الايطالي، لكن في رحله جديده بيحاول يثبت نفسه في اقوى دوري في العالم هو الدوري الانجليزي. لكن امام جوارديولا وفريق قوي زي مانشستر سيتي صعب جدا يا ساري في اول مباراه ويغيب عنك اثنين من القوه الضاربه، واحد زي كورتوا حارس مرمى كبير جدا على اعتاب من انتقاله لريال مدريد، وايضا ايدن هازارد من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم اللي ايضا مرشحه بالانتقال الى ريال مدريد. من مانشستر سيتي نروح لخبر مهم جدا جدا متصدر الصحف العالمية النهاردة، هو انتقال أرتورو فيدال رسميا من نادي بايرن ميونخ لنادي برشلونة مقابل 30 مليون يورو، والعقد يمتد لثلاث مواسم. أبيدال اللي موجود حاليا في منصب مدير التعاقدات في نادي برشلونة عامل جهد جبار جدا وبيحاول أنه يوفر أفضل اللعيبة اللي موجودة في صفوف برشلونه. النهارده كان التقديم والمؤتمر الصحفي الرسمي لارتورو فيدال اللي كان حريص جدا ان هو يصطحب معاه ابنه،
كان مشهد مميز جدا. عشان كده جدا حضراتكم اهم اللقطات اللي كانت موجوده في تقديم ارتورو فيدال لنادي برشلونه النهارده في ملعب الكامب نو. تعالوا نروح ونشوف فيدال ونرجع نكمل مع حضراتكم. ونروح للاخبار اللي موجوده معانا النهارده. نبدا بخبر فيدال وتعليقه بعد ما انتقل رسميا الى برشلونه. بيقول برشلونه افضل فريق في العالم. طبيعي جدا تصريح لازم يتقال من لاعب لسه منتقل لنادي برشلونه. لكن طبعا فيدال واحد من اللعيبه الاقوياء جدا اللي لعبوا ليوفنتوس او سواء لبايرن ميونخ او لبرشلونه. واتكلم وقال ان تجربه جديده بالنسبه له هي الاقوى في مسيرته والاقوى في تاريخه. وبالتالي برشلونه مستني فيدال علشان يطلع احسن حاجه عنده. كمان اريك ابيدال مدير التعاقدات تتكلم على فيدال انه لاعب من الطراز الفريد ولاعب قوي جدا. هو ده النوعيه اللي بيحتاجها برشلونه. فيدال يعني بينتظره سنوات الثلاث سنين اللي هيكون موجود فيهم مع برشلونه ان شاء الله يكون يعرف يأدي فيهم بشكل كويس ويجيب فيهم اهداف ويحقق يعني على قد ما يقدر من طموحات مع فريق برشلونه. يورجن كلوب ليفربول يعاني دفاعيا قبل انطلاق البريمير ليج. عنده غيابات كتيره جدا فريق ليفربول. لكن ده كان تصريح يورجن كلوب. خلاص الدوري الانجليزي على الابواب. ليفربول عنده اول مباراه هتكون يوم الاحد القادم امام فريق ويست هام يونايتد. وعنده اثنين بس من دفاعاته اللي جاهزين. عنده فان دايك وجوميز. هم دول اللي بس موجودين. لوفرين طبعا راجع من المنتخب كان بيشارك في كاس العالم. بنتكلم كمان في اكتر من لاعب عندهم اصابات. وبالتالي لا يوجد بدلاء على مقاعد دكه الاحتياط لفريق ليفربول في المباراه القادمه. بيشغلوا مركز قلب الدفاع. فهنشوف فريق ليفربول هيعمل ايه في اولى لقاءاته بظل غياب عدد كبير جدا من النجوم اللي موجوده في مركز قلب الدفاع. لكن ان شاء الله محمد صلاح ورفاقه قادرين على تعويض الفروق الهجوميه لفريق ليفربول. وان شاء الله ما فيش حاجه تيجي هجمات خطره من الضغط اللي ان شاء الله هيحققوه او هينفذوه على دفاعات فريق ويست هام. نروح لخبر مهم جدا ان قانون ايطالي بيدفع النجوم للرحيل الى الكالتشيو. زي ما احنا عارفين ان دايما معظم لاعبي كره القدم بيتفرض عليهم ضرائب كبيره جدا في معظم الدول اللي بيتواجدوا فيها للعب كرة القدم. وده اللي دفع رونالدو ان هو ينتقل. كمان من اسباب ان هو دفع رونالدو من انتقاله من فريق ريال مدريد الى يوفنتوس. وبالتالي هم قاصدين في ايطاليا يعملوا قانون بيخفف كتير جدا من الاعباء الضريبيه اللي بيتم دفعها عن طريق اللاعب بسبب الصور بسبب الاعلانات بسبب كل فلوس بتدخل للاعب بيتم احتساب عليها ضرائب. وده اللي كان موجود في اسبانيا عكس ايطاليا تماما اللي بيبقى موجود قانون بيريح اللعيبه. وده اللي بقول لحضراتكم عليه سبب من اسباب انتقال رونالدو. هيفتح الباب لكتير جدا من اللعيبه اللي موجودين في الساحه العالميه ان هم ينتقلوا الى الدوري الايطالي. طبعا خطوه ذكيه جدا من الحكومه الايطاليه. وبالتالي هنشوف النجوم كتيره جدا في الدوري الايطالي الفتره القادمه. هناخد اخر خبر مع حضراتكم. ومانشستر يونايتد يكثف مفاوضاته مع بايرن ميونخ لضم المدافع جيروم بواتينج صاحب 29 عام. مورينيو بيحاول يعني يعزز صفوف دفاعه سواء ببواتينج او بياري مينا لاعب برشلونه اللي كان او اللي اصبح قريب جدا من نادي ايفرتون. لكن هنشوف هل جوزيه مورينيو هينجح ان هو قبل بدء الدوري الانجليزي الممتاز وقبل غلق باب انتقالات الصيفيه يتم التعاقد مع مدافع يقدر يظبط له خط الدفاع اللي بيحتاج ليه جوزيه مورينيو الفتره القادمه. عنده كمان مشكله في نص الملعب ان احتمال بوجبا لسه في كلام على برشلونه هل هينتقل ولا لا. كان امبارح معانا مداخله مع اخوان كاسرو من اسبانيا وقال ان هو مش هينتقل. لكن النهارده كل الاخبار بتشير ان كان في اجتماع ما بين رايولا مدير اعمال بوجبا واريك ابيدال مدير التعاقدات في برشلونه. كده خلصنا مع حضراتكم الاخبار. نروح لفاصل سريع بعدها نستقبل ضيف وضيف حضراتكم الاستاذ هيثم نبيل مدير تحرير موقع يلا كوره دوت كوم. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله. ضيف وضيف حضراتكم اللي هنتكلم معاه بشكل عام في كل ما يخص الكره العالميه الاستاذ هيثم نبيل مدير عام موقع يلا كوره دوت كوم. استاذ هيثم ازي حضرتك؟ مساء الخير. ازيك يا عمرو؟ حضرتك ايه الاخبار؟ شرفتني منورني طبعا.
الحمد لله عودة بقى لقناة الأهلي من زمان قوي ما جيتش. لا شرف لينا طبعا ان الكلام ده يطلع منك. لكن طبعا سريعا عايز اخد رأي حضرتك في الأحداث اللي موجودة عالميا. انتقال فيدال إلى برشلونة، هل برشلونة هيلاقي اللي هو عايزه في صفقة أرتورو فيدال، ولا لسه البحث مستمر في صفقة بول بوجبا وهي دي اللي هتكمل اللي برشلونة عايزه في التشكيلة اللي هيلعب بها الدوري الأسباني؟ هم غالبا مش هيهدوا يعني غير لما يخلصوا بوجبا، لأن بوجبا هو الهدف لبرشلونة من سنتين. يعني هم كانوا بيحاولوا مع بوجبا بقالهم سنتين تقريبا قبل ما يروح مانشستر يونايتد، وكانوا عايزين يضموه لبرشلونة. فأعتقد وجود فيدال مهم جدا، لكن بوجبا هو اللي ممكن يدينا الحتة بتاعت إنيستا بقى بطريقته بطريقة لعبه بالأسلوب بتاعه. فأعتقد هم مش هيهدوا غير لما يخلصوا بوجبا. يعني رونالدو وانتقاله ليوفنتوس شايف ان هو هيضعف من الدوري الأسباني وهيزيد من قوة الدوري الإيطالي؟ يزيد من قوة الدوري الإيطالي آه، لكن يضعف من الدوري الأسباني ما أعتقدش، لأن الدوري الأسباني ريال مدريد حتى آخر سنة برضو رغم أهمية رونالدو الكبيرة، لكن هو كان بيلعب بسيستم فريق أكتر منه نجم واحد في الفريق. فده مش هيضعف خالص من الدوري الأسباني، بالعكس أعتقد أن النجوم في أسبانيا برضو لسه كتير. جريزمان موجود لسه، ما نعرفش هيخلصوا هازارد ولا مش هيخلصوه. ده اللي كنت أسأل لك السؤال اللي بعديه، ريال مدريد ما يعني ما فكرش يتعاقد مع لاعب خلفا لرونالدو بيتعاقد مع كورتوا، وأنا شايف أن أهم مركز عنده دلوقتي هو تعويض غياب رونالدو بلاعب قائد، لاعب يعرف يسد غياب رونالدو. هل حضرتك شايف أن انتقال كورتوا أو التفاوض على انتقال كورتوا، هل ده يعني يزيد من قوة ريال مدريد ويكتفي باللاعبين اللي موجودين تحت راس الحربة زي بيل وأسانسيو وغيره وغيره؟ هو الغريب ان بيل لسه موجود يعني في ريال مدريد دوام بصلحة. هو بنزيمة بالنسبة لنا يعني وجودهم طبعا فوجودهم لطيف يعني بالنسبة لنا يعني. لكن هم ليهم فكر، معرفش المدير الفني الجديد بتاعهم بيفكر في ايه. قد يكون شايفه ممكن ينجح مع ريال مدريد لوبوتيجي، شايفه اللي كان عامله مع منتخب اسبانيا قبل ما يمشي كان يعني كان مخليني انا واحد من الناس مقتنع تماما ان اسبانيا هتاخد بطوله كاس العالم بهدوء شديد جدا يعني، لانه كان عامل شغل كويس جدا مع المنتخب الاسباني. لكن مع ريال مدريد هيعمل ايه لسه ما شفتش يعني، حتى الماتش الاخير بتاع يوفنتوس ما اتفرجتش عليه، فما شفتش الشكل اللي هو بيعمله في الاداء ايه، فمش عارف. لكن هو كفكر وكطريقه لعب اعتقد ان هو هيناسب ريال مدريد جدا يعني، الا ما كانوش صمموا عليه بالشكل ده. قبل طبعا الدوري الاسباني يعني على الابواب، الدوري الانجليزي على الابواب، لكن في سوبر طبعا اوروبي ما بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد هيبقى قوي جدا يعني هيمنه الكره الاسبانيه. هل شايف ان اتلتيكو مدريد الفرصه هتيجي ليه بعد ما اخفق في 2 نهائي امام ريال مدريد ان هو يعوض الخساره اللي حققها قدام ريال بالسوبر الاوروبي، ولا ريال مدريد هيفضل مستمر في العقده؟ لا اتمنى ان اتلتيكو مدريد اتمنى، لكن توقعاتك توقعاتي ان اتلتيكو هيكسب برضو، لان برضو هتبقى اول مباراه للمدير الفني بتاع ريال مدريد ومباراه تقيله. المباراه تبقى يوم 15/8 15/8 واتلتيكو فريق تقيل ورخم يعني، وكل شويه جريزمان في افضل حالاته تقريبا، والاحتفاظ بيه كمان ده طبعاً نصر بالنسبه لسيميوني بالظبط طبعا. فاعتقد انها هتبقى مباراه كويسه، واعتقد ان اتلتيكو هو اللي هيكسب مش ريال مدريد. طيب شفنا مباراه تشيلسي ومانشستر سيتي وفوز سيتي بدرع الخيريه، يعني شفنا غياب كل النجوم اللي شاركوا في بطوله كاس العالم، لكن هل شايف المان سيتي وجوارديولا هيكملوا هيمنتهم في الدوري الانجليزي وان ما حدش يقدر يقرب جنبهم، ولا بوجود بقى يعني بعض العناصر اللي بعض الفرق ضمتها ممكن نشوف فريق زي ليفربول يحاول ان هو يقرب من سيتي وياخد بطوله الدوري الانجليزي؟ هو انا اعتقد ان اللي هي المنافسه هتكون بين ليفربول ومانشستر سيتي السنه دي. ليفربول عامل ماركاتو هايله، عامل انتقالات كويسه جدا طبعا. جايب لعيبه كويسه جدا، القوام نفسه بتاع فريق ليفربول من الاول كان كويس، كان ناقصه شويه حاجات بدا يظبطها. سيتي وجوارديولا طريقتهم او الطريقه بتاعت جوارديولا في اللعب بتخليك مستمتع بيهم، بيخلصوا على الفريق اللي قدامهم بسرعه يعني لما يكون المباريات تقيله يعني او تستدعي ان هم يخلصوا بسرعه. فبالتالي المنافسه هتكون بين هما الاثنين. وخلي بالك ان ليفربول هو في السنه اللي فاتت هو الوحيد تقريبا اللي كسب مانشستر سيتي مرتين، كمان مرتين في الشامبيونز ليج ومره في الدوري على ملعب الانفيلد بالظبط. فاعتقد ان هو يعني المنافسه السنه دي هتكون بين الاثنين دول وهتكون قويه جدا أعتقد. طيب كون أجويرو بيسجل الهدف رقم 200 ليه في مسيرته مع فريق مانشستر سيتي، هل حضرتك شايف ان جوارديولا نفسيا بيعامل لاعب جيد؟ ده اللي هسال حضرتك او هاخد من الكلام ده، ايه الفرق بين أجويرو وما بين منتخب الارجنتين ونادي مانشستر سيتي؟
لا هو منتخب الارجنتين يعني كان عباره عن لغز كبير كده، ما حدش فاهم هل موضوع فني بحت ولا اللعيبه في مشكله بينهم او في حاجه، لكن كل لعيبه الارجنتين تقريبا كانوا خارج الخدمه طبعا في كاس العالم، فكان مش مفهوم. لكن البيب جوارديولا بيعرف يتفاهم جدا مع اللعيبه، وكمان عنده حسم رهيب جدا، يعني حتى اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا مثلا تحت قيادته وما كانوش بياخدوا فرص بيطلعوا بعد كده بيفهموا العقليه بتاعته وبيقدروه جدا. يعني مثلا واحد زي ثيري هنري بيتكلم عليه كويس جدا رغم طبعًا ان هو مشاه من برشلونه طبعًا. الوحيد اللي كان عنده مشكله كبيره معاه كان سامويل ايتو، لكن هو عنده قدره غريبه جدا على انه يتعامل مع اللعيبه ومع النجوم تحديدا، يعني هو بيعرف ازاي يسيطر على النجوم. غالبا لما بيلاقوا حد بيفيدهم في الملعب فبيستفيدوا منه، فبيقولوا حتى لو كان ليه اسلوب عصبي شويه طبعًا في بعض الاحيان فاحنا بنتقبل ده لانه بيرفع من مستوانا في الاخر. فلا طبعا هو ذكي جدا في التعامل مع طيب فريق ليفربول وتعاقد مع شاكيري، وده طبعا بيمثل خطوره على نجمنا المصري محمد صلاح وفرص وجوده مع فريق ليفربول حتى لو كان افضل لاعب في الدوري الانجليزي. شفنا رياض محرز ادى مع ليستر سيتي واخد دوري، اخد احسن لاعب، لكن بعد كده ما شفناهوش. هل تصريح زلاتان ابراهيموفيتش لمحمد صلاح لما قال له عايزك تحقق او عايزك تفضل على نفس المستوى او ده يبقى الطبيعي بتاعك، هل ده ممكن يكون عقبه لمحمد صلاح تاثر عليه بالسلب في الدوري الانجليزي وتحط اي ضغط اكتر من الموسم الماضي؟ لا ما اعتقدش. صلاح نفسيا بني نفسه كويس، يعني بني نفسه نفسيا كويس مزبوط. وتصريح ابراهيموفيتش هو المنطقي الوحيد اللي اتقال، يعني كل الناس اللي قاعده بتقول صلاح 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 لا استنوا شويه، هو فعلا لازم نشوفه سنتين كمان ثلاثه عشان بعد الطبيعي كده بتاع زي رونالدو ميسي كل بالزبط سنه مرشح لافضل لاعب هداف الدوري، فكلامه صح طبعا لان ابراهيموفيتش يعني بص احنا على استاذ يعني معانا هدف محمد صلاح في شباك نابولي اللي المباراه كانت ما بين ليفربول ونابولي وانتهت بخمس اهداف مقابل لا شيء، هدف رائع جدا. اعتقد ان صلاح طور من نفسه في الفتره الاخيره مع روما، كان عنده الفينيشنج فيه مشكله مع فيورنتينا نفس القصه، لكن واضح انه زي حضرتك ما بتقول ان هو نفسيا بدا ان هو يبني نفسه صح، بدا ان هو يتعامل صح باحترافيه شديده اكتر كمان في بدايه اعداده. يمكن رجع مع المنتخب معنوياته كانت محبطه بعد الشيء، لكن قدر ان هو يعود بسرعه. هو الميزه اللي في صلاح اللي انا شايفها فيه دلوقتي ان هو عنده تارجت وعايز يحققه، فهو مش يعني لسه ما وصلش للتارجت عشان ابدا اقول ان هو صح ايه يبدا يزهق او خلاص حقق اللي هو عايزه، لا هو لسه ما وصلش للي هو عايزه، وبالتالي هو حاطط قدامه هدف وهو جوزائي، فبالتالي هيوصل للي هو عايزه، هيوصل عند ذوق عافيه هيوصل يعني. لكن شايف ان شاكيري مش هيمثل خطوره على محمد صلاح. ما فيش حد في ليفربول يقدر يمثل خطوره على صلاح، يعني ممكن نقلق على مثلا ماني فيرمينيو، لكن محمد صلاح موجود بيحفظ مكانه. لكن مشكله دفاع ليفربول بعد تعاقده كمان مع حارس مرمى مهم جدا ومميز، هل عليك شايف ان ازمه دفاع ليفربول هتستمر ولا التعاقد مع اليسون باكر هيعزز من قوه خط الدفاع فريق ليفربول؟ هيعزز طبعا، وخلي بالك ان هو الجزء الاخير من الموسم ليفربول اتظبط دفاعيا كويس بقدوم يعني فان دايك. شايف فان دايك قيمه كبيره بالظبط كده، يعني هو في النص الاولاني كان سيء جدا دفاعيا طبعاً. النص الثاني لا اتظبط كويس جدا، حتى في بطوله اوروبا كان كويس جدا طبعاً. لحد ماتش روما طبعا هو كان عنده حارس مرمى السبب، يعني كاريش كان سبب من اسباب اخفاق، يعني هو واصابه محمد صلاح كان سبب كبير في طبعا لكن هو دفاعيا لا اعتقد ان هو كده هيكون مظبط نفسه كويس، وهيعرف ازاي شاكيري. انا اعتقد ان هو جابه لانه كان عنده مشكله كبيره جدا الموسم اللي فات ان لو صلاح او فيرمينيو او ماني بره مفيش حد يقدر يسد الكلام ده. طب انا شايف ان في صفقه كمان ليفربول استعان بيها بعد ما طلعت اعاره ورجعت ممكن تكون كارت قوي جدا، هو دانيال ستارج، شايفه ازاي؟ يعني ما تابعتوش قوي بس اعتقد ان هو هيفيد. انا بتكلم على اسمه طبعا. الاسم طبعا كويس جدا لكن انا ما كنتش متابعه قوي، يعني ما كنتش مركز عليه قوي طبيعي. فاعتقد ان هو هيفيد الفرق. الراجل اللي بيدرب ليفربول ده الميزه اللي فيه اولا بقى كمان نفسيا رائع، نفسيا خطير رائع، يعني
فهيعرف ازاي يطلع من كل لعيب عنده افضل ما عنده. صح. يعني هيفضل يعرف ازاي يخلي الفرقه دي تلعب بالشكل اللي يخليها تؤدي للنتائج اللي هو عايزها. طيب نروح الدوري الايطالي سريعا واسال بقى حضرتك، هل يوفنتوس يعني هيلاقي اللي هو عايزه في رونالدو في تحقيق الشامبيونز ليج اللي غايب عنه لفتره طويله جدا جدا، ولا هيستمر مسلسل غياب الشامبيونز ليج عن اليوفنتوس بعد تعزيز صفوفه برونالدو؟ بنتكلم على رحيل هيجوايين الى اي سي ميلان، وجمهور يوفنتوس هيستريح شويه من يعني من الفرص الضائعه اللي كان بيضيعها. لا جوي ما كانش بيصلع بيضيع مع اليوفي، هو تخصص ارجنتيني. هو يعني هو كان غريب جدا، عنده تارجت ان هو يجيب شلل لله. يعني مره يعني احد المذيعين قال يعني في مباراه انتر على الاخص قال يعني هو متخصص ان هو لا هو يجيب جلطه لجمهور يوفنتوس. يعني عنده مشكله، يعني عنده مشكله كبيره، يعني رغم ان هو لعيب كويس بس هو عنده مشكله. بالنسبه لرونالدو، رونالدو لو قدر يقود يوفنتوس ان هو يفوز ببطوله دوري ابطال اوروبا يبقى اعظم لاعب في التاريخ. ثلاث انديه بثلاث بطولات اوروبا، مش بتكلم على العدد، بتكلم على البطوله نفسها. يبقى ما نقعدش بقى صح. طبعا انا بحب ميسي جدا طبعاً. لكن ده راجل صنع نفسه، ميسي صناعه الهيه. يعني ميسي اشتغل على نفسه، رونالدو اشتغل على نفسه كويس قوي، اشتغل على جسمه كويس قوي، اشتغل على عضلاته كويس قوي، اشتغل على فكره كويس قوي. حتى دلوقتي لما ما يقدرش يدي بنفس القوه بيعرف ازاي امتى يبذل مجهود كويس عشان يحقق اللي هو عايزه، وبعد كده يريح تاني في الملعب. الكلام ده ما بيجيش بسهوله وما بيجيش بالصدفه، لا ده محتاج شغل كبير جدا. لا طبعا. فرونالدو لو عرف يقود يوفنتوس للوصول للمباراه النهائيه بالنسبه لي هيبقى عمل انجاز كبير جدا. طيب بنتكلم على الدوري، طيب نتكلم على التعاقدات، يمكن مش على المستوى انتر، اي سي ميلان، روما. انا شايف الدوري الايطالي يعني هيفضل، كمان نابولي بعد ما كمان رحيل ماوريسيو ساري وقدوم كارلو انشيلوتي اكيد هيضيف قوه الى الدوري الايطالي، لكن انا شايف المنافسه تكون في اتجاه واحد، هي اتجاه يوفنتوس، وباقي الانديه تحاول يعني تاني تالت رابع. هل كلامي صح ولا ممكن انتر يفاجئنا ببعض التعاقدات القويه، كلام على لوكا مودريتش ونفي من جانب ريال مدريد، ولا هنشوف دوري ايطالي شبه السنه اللي فاتت بيكون نابولي في المقدمه، يوفنتوس في الاخر اخر اربع خمس اسابيع يخش يحسم الدوري بشكل سهل جدا؟ شايفه ازاي الكالتشيو السنه دي؟ اعتقد هو هيمشي زي ما هو كده، زي ما انت قلت كده بالظبط. هو يوفنتوس عنده الخبره بتاعت اليوفنتوس عامل زي الاهلي عندنا كده، يعني عنده الخبره اللي تكفيه انه يفوز ببطوله الدوري. حتى لو انت جايب مين يعني ما هيعرف هو يخلص في الاخر. يعني انت بتبقى ماشي كويس جدا وفاكر نفسك خلصت كده، بتلاقي واحد جاي من ورا كده قال لك مع السلامه ثانية واحده استنى. فهي كده يعني يوفنتوس، لا هو في الحته بتاعت الدوري الايطالي اعتقد لو لقى مشكله هيلاقيها من ميلان مش من انتر ميلان. لان ميلان بقاله سنتين كده قاعد بيعمل فرقه والناس مش واخده بالها منه، وبعض المستثمرين اللي موجودين علشان قطع بالظبط، فهو قاعد بيكون فرقه بشكل. طب رجوع مالديني لاي سي ميلان شايفه ازاي؟ ناس كتير مش متابعه، مالديني بقى موجود خلاص في القياده الاداريه لنادي اي سي ميلان، هو يمكن مبسوط جدا بالقرار ده، كان بعيد بقاله فتره لكن قرر في الوقت المناسب ان هو يكون موجود بجانب فريقه اللي ليه فضل عليه. شايف ان باولو مالديني شخصيته هتساعد فريق اي سي ميلان لرجوع اي سي ميلان للعهد اللي احنا شفناه ايام كاكا وديدا وكافو ونجوم كثيره جدا عصرناها مع ميلان؟ مش قوي كده، بس هيبتدي البدايه بتاعت الدوري الايطالي، يعني المسار الصحيح بالظبط كده. لان طبعا نجم كبير جدا، يعني مش مالديني مش حاجه صغيره، ده مالديني العائله، مش هو بس، هو اكتر واحد نجم باولو مالديني. اكتر واحد باولو مالديني طبعا نجم كبير، بس العيله كلها يعني العيله كلها ليها تاثير على النادي. وبالتالي الفكره بتاعت ان هو شارب زي ما بيقولوا، شارب النادي جواه، فبيبقى غيران عليه جدا، بيبقى منفعل عليه زي جاتوزو لما شفناه طبعا. يعني روح اكتر منها اي حاجه. طبعا رقم ثلاثة محجوب في نادي اسي ميلان، ما حدش يلبسه بعد الاسطوره باولو مالديني. لا مالديني علامه كبيره من علامات الكوره في العالم مش في ايطاليا بس. طيب يعني الدوري الالماني ممكن نشوف ان هو هيبقى يعني زي ما هو ماشي بيخسر نجومه، بايرن ميونخ هو اللي هيبقى مستحوذ وبعيد تماما عن اقرب منافسيه ب 20 نقطة على الاهلي زي ما شفنا الموسم الماضي، ولا ممكن نشوف تغير في الدوري الالماني؟ مش هشوف حاجة. لا هو هيفضل سيطرة وهيمنة من جانب بايرن ميونخ. الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان طبعا. هل شايف ان امبابي هيبقى مظلوم في وجوده مع فريق باريس سان جيرمان، وان احنا كنا نتمنى نشوفه في دوري اقوى من الدوري الفرنسي؟ باريس سان جيرمان ده بالظبط كده زي ما بيقولوا ايه،
التعبير الواضح للاستثمار في الرياضة الفاشل، اللي هو لما يكون في مستثمر فاشل فيجي يعمل ايه، يلم شوية ناس كده من كل حتة، والله انا مش بهزر، ويروح حاططهم في حتة واحدة ويقول لك انا هعمل فريق يكسر الدنيا، فيعمل الفريق اللي يكسر الدنيا ده على الناس اللي هي عنده، يعني الناس الصغيرة اللي عنده. اول ما يجي يلعب مع الكبار بقى تلاقيه ايه، لان انا جايب واحد من الشرق واحد من الغرب واحد من النص واحد مش عارف ايه، ومش حتى مش حاطط لهم المناخ او التارجتس الصح. هو انا عايز ايه؟ وانا جايبكم انا بقول لكم ايه، تعالوا انتوا كويسين هناخد بطوله اوروبا. طب هتاخدها ازاي؟ هتعرف يعني انت كسبت، يعني لما تكسب برشلونه 4 وتخسر 6 يبقى مفيش منك امل. صح. يعني صح. استاذ هيثم نبيل مدير عام مواقع كره القدم، شرفتني ونورتني، وان شاء الله ما تكونش اخر مره في قناه النادي الاهلي. ان شاء الله يا حبيبي منورين كده، والف مبروك على القناه وعودتها لسابق عهدها ان شاء الله. كنا مع حضراتكم من الساعه 7 وحتى الساعه 10 مع زملائي الاعزاء اللي بشكرهم جدا على وجودهم، الاستاذ محمد الجندي والزميل العزيز محمد سعيد. كنا معاكم في فقره اولى وفقره ثانيه وختاما بفقره الكره العالميه. ان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الميعاد من الاهلي الليله. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.